تتجه للمجالات اللي بهذا الاختصاص. اختصاصي اني هندسه تقنيات حاسوب، يعني يكون اختار المجالات الفلانيه. المشكل الحقيقي اللي نواجهه احنا من نريد نكتب اي بحث، نظل بالبدايه حتى لو اختارينا اسم بحث مناسب ياخذنا بعض التخبط مهما كانت خبره الاستاذ اللي موجود. اليوم استاذنا المحاضر ليث صباح الزبيدي هو ماجستير هندسه حاسبات، وان شاء الله جاي يكمل دكتوراه، دكتور المستقبل باذن الله سبحانه وتعالى، من احدى الجامعات اللي موجوده عندنا باستراليا. الدكتور مشكور، يعني انطانا من وقته الثمين، وبالرغم من اختلاف الوقت اللي موجود بين البلدين تقريبا اللي اكثر من 11 ساعه الى 12 ساعه، يمكن هسه الدكتور عنده الساعه 12 بالليل او تقريبا 12 ونص على ما اظن. فالدكتور مشكورا خصص لنا المحاضره مالته اليوم بخصوص كيفيه كتابه ونشر البحوث الاكاديميه. الورشه مالتنا راح تتكون من عده محاور. المحور الاول هو التحضير قبل الكتابه، والمحور الثاني هيكليه البحث، المحور الثالث اختيار المجله المناسبه للبحث، والمحور الرابع ارسال البحث للمجله، وتحديد يعني نوع المجله اللي راح ترسلها البحث. يتفضل الدكتور ليث، مشكورا بالابتداء بالبرزنتيشن مالته. تفضل دكتور. ان شاء الله واضحه البرزنتيشن استاذ. كلش واضحه. اي اوكي، كلش شكرا واضحه. شكرا جزيلا على التقديم، وشكرا الله يبارك فيك. لكليه الامام الكاظم على الاستضافه. انا جدا سعيد بالتواصل معكم، وبالعكس لي الشرف انه اقدم قد معلومه لاهلي وناسي، وان شاء الله تكون المعلومه مفيده قدر الامكان، لان اهم شيء الاهم هي الفائده. حاليا مثل ما تفضلت، حاليا انا طالب دكتوراه في استراليا، فهذا الموضوع جدا مهم، يكاد يكون انه من اهم المواضيع اللي تخص طلبه الدراسات العليا، الباحثين، الاساتذه، فاحب نحاول قدر الامكان نقدم معلومه على هذا الموضوع. الموضوع اليوم ان شاء الله How to write and publish an academic research article، شلون ان احنا راح نكتب وننشر academic research article، يعني paper، نسوي paper وننشرها. محاور الندوة مثل ما تفضل استاذ انه راح تكون انه pre steps before you start writing، شنو الشغلات اللي تحتاجها وشنو الشغلات اللي لازم تفكر بيها قبل ما تبلش بكتابة البحث، هاي اولا. النقطة الثانية، شنو structure البحث، شنو الاجزاء اللي اركز عليها بالبحث. النقطة ورا ما أنا كملت أجزاء البحث وكتبت البحث، النقطة اللي وراها أنه أنا شلون أختار مجلة مناسبة تكون مناسبة للبحث مالتي، والنقطة الأخيرة أنه أنا شلون أرسل البحث لهاي المجلة وأتعامل ويا الإديتورز وأتعامل ويا الريفيو، وشنو هاي شنو البروسيس أو الإجراءات اللي راح تصير حتى أكمل أنا النشر لحد النهاية. قبل ما نبلش أنه نحكي على النشر وتفاصيله، السؤال اللي دائما يتراود انه why you should care about writing a research paper، ليش احنا لازم نهتم بكتابة البحث وليش الفائدة من عنده. واحد من اهم شغلات انه كل العالم، اغلب العالم يعتبرون انه if you don't publish it you haven't done it، احنا ما يعتبر شغلك كامل بنسبة 100% اذا ما يكون عندك انه شغل مالتك منشور، فاذا انت لازم تحتاج الشغل يكون منشور حتى احنا نقول انه انت اشتغلت عملي، كملت كل التولز مالتك، لازم انه انت تكتب وتنشره حتى يكون شغل متكامل. الشغله الثانيه، الكريدت goes to the who published first، يعني شنو معناها؟ يعني انه انت مثلا كملت شغله عملي او شغله نتائج وتعبت فيها كلش هوايه ولقيت فد شيء كلش مهم، لحد هاي اللحظه اذا اجى واحد غير شخص اخذ طلع نفس النتائج بحيث بغير دوله باي مكان ونشر هذا الشيء، العالم كله ينظر لهذا الشخص اللي نشر انه هو الشغل مالته، ومستحيل يعتبر انه انت هذا الشغل مالتك. اذا النشر العلمي
يفيدك انه انت تحمي شغلك، يصير عليه كوبي رايت، يصير عليه حقوق. فجدا مهم انه انت تنشر الشغل مالتك. النقطة اللي بعدها المهمة انه الورك considers شغلك considers weak without peer review. بعض واغلب جامعات العالم اذا انت تقدم له شغل يباوع عليه، بس يبقى شاك بالنتائج مالتك، شاك بالموضوع مالتك، عنده خوف من النتائج مالتك. بس لما تكون منشوره ويا مجله عالميه ذات سمعه عاليه، احنا شلون نقول بالعاميه، نقول ماكو اثنين يختلفون عليه. بعد اعطاه ثقه كلش قويه، ثقه جدا عاليه انه هذا الشغل، مو بس هذا، حتى هذا النشر يحسن من ادائك، يحسن عفوا من اداء، من نوعيه البيبر مالتك، من الشغل مالتك، يحسن من هذه الامور كلها. فجدا مهم انه انت تنشره حتى يعني يعطيك قيمه اكثر للشغل، يطور الشغل اكثر. النقطه اللي بعد هي انه يساعدك helping you to understand your work better. يعني مثلا شنو، انا مثلا نجي اكتب بيبر، بصراحه وانا شخصيا اللي يصير وياي هواي امور اكتشفها في شغلي انا ما مكتشفها سابقا. يعني مثلا شنو، انا مثلا مشتغل صح عملي مكمل، بعض الاجزاء انا بالنسبه لي جزء غامضه، بس من يجي اكتبها احتاج افتهم اكثر حتى اقدر اعبر عليها اكثر. اذا الشغل مالتي هو يساعدني للنشر او كتابه البحوث العلميه، ساعدني على فهم شغلي اكثر. الشغله اللي بعتها هذا النشر اللي راح تنشره او الشغل اللي راح تشتغله، اذا ما تنشره ورا فتره يمكن مو اكثر من 6 شهور سنه نسيت، انتهى الموضوع بالنسبه لك. اذا تيجي ترجع تستذكره تحتاج وقت حتى تستذكره. بينما انت اذا ناشره تقدر ترجع لي ناشره، تعرف انه انت مشتغل هذا الشيء ومسوي هذا الجزء ومسوي هذا الجزء ومسوي هذا الجزء، اذا يصير مثل الاركايفنج يور ورك، يعني ارشفه لشغلك. زين، شنو فائده النشر العلمي؟ واذا انا نشرت، السؤال اللي يتبادر لهوايه ناس، انه انت من خلال النشر العلمي تقدر تحصل شغل. اغلب الجامعات العالميه حتى يعينوك او يعطوك فد عقد شغل، اول شيء يسالون عليه مثلا المراكز البحثيه، البوست دكتوريت، حتى الماستر، بي اتش دي، كلها، حتى شغل باللاب، كلها اول ما يسالك يسالك على البوبليكيشنز مالتك. طبعا يشوف شغلك من خلالك، يعرف انه انت ايش مشتغل. انت بالنسبه له هو ما يعرفك، حتى لو كنت كل شيء مشتغل، كل شيء مسوي، مشتغل عملي، مقدم، مسوي امور، بس انت ما عندك شيء يثبت هذا الشغل اللي اشتغلته، الليس انه انت ناشره، على الاقل انه انت ناشره وصاير عندك شغل جوا ايدك، تقدر تثبت لهم انه انت عندك شغل. الشغله الثانيه البروموشن، كل انحاء العالم ترقيه الاستاذ العلميه تكون على اساس البحوث العلميه بالعراق وخارج العراق، حتى هنا باستراليا يعني نفس الحاله، استراليا، يونايتد ستيتس، كليتها نفس الحاله، بالدرجه الاساس ترقيه الاستاذ يعتمد على البحوث العلميه. هذا الكوبي رايت نفس الحاله، الشغل مالتك اللي حقوق طبع راح تفيدك بعض البحوث العلميه الاهواي من عندها، تنعجب بيه شركات معينه، تنعجب بالفكره مالتك، تتراسلك، تحكي وياك، ويكون ممكن انه يدفعوا لك فلوس حتى يشترون الفكره او يطبقون الفكره، او انه تتعاون بيناتكم. وصار هنا هوايه في استراليا انه صار تعاون مع مكانات ومختبرات، وشخصيا انا يعني حاليا دا اشتغل ويا بعض المختبرات نفس الحاله. نقطه اخرى السكولرشيبس، المنح الدراسيه. المنح الدراسيه واي واحد يعرف مقدم على المنح الدراسيه يعرف انه بدون البحوث العلميه، بدون البوبليكيشنز ما يقبلوك سكولرشيب، خاصه اللي مقدم على الدكتوراه، لان حتى يعرفون انه انت باحث، حتى يعرفون انه انت ريسيرشر، لازم عندك بحوث علميه. واكو هوايه فوائد اخرى، بس يعني هاي الشغله الرئيسيه. اذا احنا عرفنا اهميه هذا البحث العلمي او النشر شغلك. واضح الصوت استاذ حيدر؟ واضح دكتور، واضح جدا. اوكي زين. الخطوه اللي بعدها هسه انا اجي اريد ابلش اكتب، قررت هسه انا ابلش اكتب. اول خطوه لازم افكر بيها، انا لازم شنو اشتغل على، يا نوع من انواع البيبرز، يعني يا نوع، اكو هوايه انواع بس يعني اكثر 2 متداول،
هي البيبر الأولى اللي هي New and Original Results، يعني أنت تطلع نتائج جديدة، تطور فد ألغوريثم معينة، سوف شيء جديد، المهم أكو نتائج جديدة. والنوع الثاني Review of Previous Work، يعني أنه أنت تسوي Review شغل سابق وتسوي عليه Review وتنشره. طبعا احنا اليوم راح نتكلم بالدرجة الأساس على النوع الأول اللي هو New and Original Results، يعني أنا طالب الماجستير، طالب دكتوراه، الباحث، كلنا نحتاج ننشر هذا الشغل اللي هو الأوريجينال، يعني نحتاج إلى results حتى نقدر ننشر. زين، هسه أنا عرفت شلون ننشر. نفرض إن أنت عندك topic، عندك موضوع ببالك تشتغل عليه أو فكرة ببالك، فأمورك أوكي، ما يحتاج إنه هذا السلايد كليته. بس إذا أنت ماكو فكرة ببالي وما عندي على ما أعرف الموضوع، وهواية ناس أو هواية أصدقاء يقول مثلا أنا أبقى أيام ما أعرف إنه أنا ما مقرر على شنو أشتغل، ما أعرف أنا وين أتوجه. طبعا هنا يعطيك إنه أنت شلون تفكر، شلون تلقى الموضوع مالتك. واحد من أهم الأجزاء اللي هي تساعدك على، أو الشغلة اللي تساعدك على إنه إيجاد فد موضوع معين، هي قراءة الشغل السابق، البحوث المنشورة سابقا. البحوث المنشورة سابقا هي من أهم فكرة، يعني أنا أقرر بيني وبين نفسي أقول إنه أنا مثلا أسبوعيا أقرأ على الأقل بحث في المجال التخصص مالتي. لما تقرأ عدد بحوث معينة من خلال مثلا مجموعة بحوث، تقدر تستنتج فكرة جديدة. قراءة البحوث تساعدك على إيجاد أفكار جديدة، تساعدك على تطوير حتى اللغة الرايتنج مالتك، كتابة البحوث. قراءة البحوث السابقة تخليك تعرف ستايل الكتابة، قوة البحوث، شلون يفكر الباحث. هواية الناس مثلا من يقرأ بحث يشوف انه يقول هذا الباحث هيك مشتغل شغله زين، انا اذا اعكسها على غير شغله ممكن انه تطلع من عندها نتائج جيده. فتعطيك فكره، مستحيل انه انت قاعد هيك وبدون اي قراءه راح تقدر تلقى فكره، ممكن انه تشوف فكره معينه بس ما تكون مسنوده. فاني يعني هايلي ريكومندد انه انت، جدا اوصي انه انت تقرا البحوث. ومن اهم محركات طبعا هواية الداتابيسز، القواعد البحوث، واحد يعني من أهمها أكو جوجل سكولر اللي هو تابع جوجل، تقدر من خلال توصل البحوث. أكو دار النشر ألسفير، سبرينجر، آي تروبل. لو بس مجرد نلقي نظرة على مثلا عندنا الجوجل سكولر، هذا الجوجل سكولر تابع الجوجل، مجرد انه تفوت على الجوجل وتسوي بحث، هذا الجوجل سكولر تابع شركة جوجل، من خلاله تقدر تسوي بحث اي موضوع انت تبحث عنه، مثلا ب learning with medical images مثلا، راح يعطيك بحوث من خلالها. هاي البحوث تقدر تقرأ، تفوت على أي بحث اللي أنت تريده، تتقلب بالمواضيع، تقدر تغير طريقة السيرش مالتك البحث وتشوف مجموعات بحوث، وتقدر على توصل لأي بحث من هاي البحوث. طبعا هذا جوجل سكولر يوصل إلى كل الداتابيسز، كل القواعد البيانات مالت البحوث. بس أنا دائما أوصي ك يعني كسيرش أهم ثلاث مواقع، طبعا هواية أكو قلنا الداتابيسز، بس أهمها هي سبرينجر، دار النشر سبرينجر، طبعا من اهم دور النشر الموجوده عالميا. عاده ليش اوصي بها؟ يعني في مجال الامور العلميه، يعني الكمبيوتر ساينس، الانجينيرنج، الايكونومكس، دائما يكون هاي الدور النشر تكون قويه بهيك بحوث، زائدا ان تكون معتمده. يعني شلون معتمده؟ الريفيو مالتهم على البحوث مو باي سهوله يقبلون البحث، فيكون موثوق، تقدر تقرا فكره موثوقه، لانكم مجلات وهميه، ممكن النتائج مالته وممكن البحوث مالته توصلك الى طريق مسدود، من تيجي تنفذها تلقى انه نهائيا ما متنفذه او نهائيا ما تتنفذ. فجدا مهم نتعامل ويا بحوث موثوقه حتى تقدر توصل الى فكره معينه. نفس الحاله مثلا deep learning with medical images، راح اشوف انه
كل البحوث اللي تخص الديب ليرنينج ويا الميديكال ايمج راح تجيب لك اياها. تقدر تفوت على اي بحث، تقدر تشوف اي بحث، اكو يقدر حتى يقول لك انه هذا مثلا شابتر اند كونفرنس بيبر، يعني مثلا هذا ارتكل يعني جورنال. فهذا الشيء يساعدك على انه انت تعرف شغلك، يعني تعرف تقرا البحوث اللي بمجالك. دائما يعني يفضل انه تباوع على الجورنال بيبر، يعني دائما يفضل انه تباوع على الجورنال بيبر، يعني هاي الارتكلز تكون اكثر شرحا اكثر تفاصيلا من الكونفرنس بيبر. نفس الحاله بالاي تربل اي نقدر نسوي هذا الشيء، هم نفس الحاله تقدر تبحث فيه انه هم دار نشر، ونفس الحاله بالالسيفير. طبعا اكو دور نشر اخرى مثلا نيتشر، مثلا تيلر ان فرانس، اكو هوايه دور نشر، بس بالنسبه لي انا يعني شخصيا اشوف ذولا اكثر شيء تخصصات علميه بها بحوث وعدد البحوث اللي بيها. زين نرجع للبرزنتيشن. اذا اني قرات ولقيت فكره، نفرض انه اني هسه بعد ما قرات ولقيت في شغله معينه، طبعا قبل لا ننتقل الشيء تقرأ حاول قدر الامكان تأرشفها بالطريقه، يعني تقرأ مثلا افتهمت من عنده فكره، اكتب عليه فد نوت معينه، هاي النوت تقدر تحتفظ ويا البحث حتى تقدر من ترجع تقدر تعرف، مو شرط ترجع تقرأ البحث مره ثانيه. زين الشغله الاخرى، هسه انا اذا لقيت الفكره شلون القاها، يعني شلون اقرر انه هاي الفكره ممتازه لو لا، فشو اسوي؟ لازم اعرف انه الفكرة تكون أول شيء نوفل، يعني شنو نوفل؟ جديدة ما مطروقة سابقا، هذا أهم شيء. ولازم تكون مفيدة تحل في مشكلة معينة، واكسايتنج يعني تكون مثيرة تشد الانتباه، واحد يقدر من يقراها تعجبه أنه يقرأ البرزنتيشن هاي. جود برزنتيشن يعني شنو جود برزنتيشن؟ يعني لازم تكون معروضة هاي الفكرة من تيجي تفكر تكتبها بطريقة جيدة سهلة أقدر أنه أني أفتهمها وأي واحد يقدر يقرأها يفتهمها. تعرضها بالطريقة من خلال الشارتس، فيجرز، طريقة الكتابة بعدة مختلفات، يعني الرسومات والمخططات كلها. الشغلة الأخرى مثلا تكون سهلة أنه أنا أقدر ألقى الامبورتنس، يعني السيجنفيكانت، الشغلة المهمة بها، يعني مو أظل أدور هو شنو الفائدة من البيبر. لازم أنت توضحها بطريقة يكون يقرأ من يقرأها editors يعني المحررين الجورنالز او حتى الريدرز القارئين يقدرون يلقون الشيء المهم بها. فكر انه انت لازم تلقى في شيء يجذب الانتباه. الشغلات اللي لازم تفكر بها انه تبتعد عنها من تلقى فكره معينه، انه اول شيء تكون هاي ضعيفه علميا، results with a lack of scientific interest، تكون ضعيفه علميا بحيث ما تجذب انتباه. شغله اخرى outdated work، يعني احنا نقول بالعاميه اكل عليها الدهر، شغله منتهيه وموضوع رايح وصاير كلش قديم، فهاي شغله اخرى لازم ما حد ينتبه عليها. الشغله الاخرى duplication of the work، يعني شنو؟ يعني انه انت تجيب شغل غيرك، اكو بعض الناس مثلا يجي ياخذ شغل غيره وينشر على انه هو شغل، طبعا هاي فد مشكله جدا كبيره وجدا واحد ينتبه انه يتجنبها قدر الامكان، لانه راح تسبب له مشاكل كلش هوايه. فتجنب انه انت تاخذ شغل غيرك او شغل منشور وتغير يعني مثلا في شغلات بسيطه بتنشرها. الشغله الاخرى incorrect data or conclusion not supported by data، يعني انه انت تجيب معلومات تلقي معلومات بس ماكو شيء يدعم هاي المعلومات، ماكو شيء بدون حكي بدون ما تدعمه مثلا بتجربه عمليه ببرنامج بنتائج بفيجرز باشكال معينه بتشارتس، لازم تدعمه بشغله باحصائيات، كل هاي تدعم الفكره مالتك. زين هاي الشغلات اللي تخص الفكره. هسه نفرض انه احنا حددنا الفكره وقلنا قررنا انه نشتغل على هذا الموضوع، اشتغلنا عملي وكملنا، اوكي احتاج افكر انه شنو التولز اللي احتاجها. مثلا انا اذا اشتغل شغل مختبري مثلا شنو احتاج بالمختبر، او مثلا في لابتوب اشتغل او احتاج في شغله معينه، لازم احضر هاي الامور قبل لا انبلش. حتى السوفت وير اللي اشتغل عليه شنو السوفت وير اللي اشتغل عليه، مثلا
اكو يشتغل مثلا لغات برمجه، بروجرامينج لانجويجز، يعني مثلا بايثون، مثلا يشتغل على ماتلاب، وات ايفر. يعني لازم انه تحضر البرامج اللي تحتاجها. الشغله الاخرى اللي يعني احتاج انوه عنها واحنا فاقديها جدا بالعراق، فاقديها جدا، هي التيم وورك، الشغل الجماعي. طبعا احنا يبقى الباحث سنه كامله، اذا يطلع له بحث زين ليشتغل وحده، هذا من شغل يعني كلش بطيء ويتعب الباحث. حاول تلقى الناس اللي تشتغل نفس فكرك، حاول تشتغل نفس الفيلد مالتك، نفس مجالك التخصصي، تشتغلون سوية. مرات فكرة على فكرة واحد يتطرق، من تقعد سوية تتناقشون على موضوع معين تقدرون تطلعون في فكرة معينة. حتى مو بس الفكرة، الشغل البرمجي أو الشغل العملي، من تجي تكتب البيبر كل من ياخذ جزء يكتبه فاهم. مثلا هذا مشتغل على الليترشر، هذا مشتغل مثلا، تقدرون تكتبون مثلا عندك واحد قوي بالانجلش يقدر يساعدك، مثلا واحد قوي بالبرمجه يقدر، واحد قوي مثلا بالرسومات والفيجرز والامور الفورمات. هذا يختصر لك وقت، لانه انت اذا تجمعهم كلهم تطلع جزء في شغل يكون شغل ضعيف. اغلب دول العالم دائما تلقى التيم وورك كلش قوي، فانصح انه انت حاول قدر الامكان تلقى تيم وورك، جماعه تشتغل وياهم وترتب سكجول وياهم، ويكون يعرف كل واحد شنو التاسك مالته، شنو المهمة اللي يشتغل عليها. النقطة اللي بعدها اللي احتاج انوه لها انه هي بي اورجنايزد. يعني شنو؟ يعني انت لازم تشتغل كل شغلة تشتغلها وثقها بتاريخ باسم، حتى تعرف انه كل شغلة جديدة تضيفها لا تعدل على القديم، سوي نسخة من عندها جديدة وعدل عليها وعوف القديم. محتاج مرات ترجع للقديم تلقى انه انت معدل عليه وما تعرف انه انت شو اشتغلت. مثلا ترجع خطوه، مرات انت مثلا مش مشتغل شغله معينه واكتشفت انه هي خطا والقبلها هي الصح، وانت اوريدي القبلها ماسحها وضايف عليها الشيء الجديد. فاشتغل ثاني اليوم، احفظ النسخه، تاريخ اليوم، اسم معين، فد شغله معينه، تحوف فد نوت ملاحظه صغيره ويا الموضوع يكون افضل، واخذ كوبي من عندها وانزلها واشتغل عليها ثاني يوم، وهكذا. فجدا انه يكون التنظيم للامور يساعدك في انه انت تقدر ترجع اش وقت ما تريد. زين، الشغله اللي بعد هي هسه احنا كملنا واريد ابلش اني اكتب البحث العلمي مالتي. زين، ورا ما لقيت طبعا فكره قلنا ولقينا نتائج. اي بيبر تتكون من اجزاء. الاجزاء هي اللي تبدي من عندها، تبدي من التايتل، ثم الابستراكت، ثم الكي ووردز، ثم الانترودكشن، ليترشر ريفيو، الميثودولوجي او الميثودز، الريزلتس، ديسكشن، كونكلوجن. هذني اجزاء مهمه لازم تكون بالبيبر. ماكو ريفيور انه يجي يقدم له بيبر بدون هاي المكونات الرئيسيه. الاكنولجمنت اللي عاده تكون اوبشنال، خياريه تخليها ما تخليها، راح نحكي عنها كل واحده بالتفصيل. الريفرنسز المصادر لازم تخليها، سبلمنتري داتا الشغلات الملحقات اذا عندك فيديو او شيء تضيفه يعني تلحقه بالبيبر. فكل هاي الامور راح نحكي عنها بالتفصيل. زين، قبل ما ندخل عليهم بالتفصيل واحده واحده، خلينا نشوفكم مثال لاحد البيبرز. مثلا هاي البيبر، هذا التايتل، هذا العنوان، هذا الابستراكت، يكون هذا الانترودكشن. طبعا يكون شكل البحث العلمي بهذا الشكل، هاي انترودكشن، هذا مثلا الليترشر ريفيو، هذا الميثودولوجي، الميثود مثلا، وتنزل وهكذا ريزلتس وفيجرز، يعني النتائج والديسكشن. الريزلتس والديسكشن مرات تخلي كل وحده مفصوله، ومرات اكو بيبرز يجمعوها، ماكو مشكله. وهذا conclusion، وآخر شيء acknowledgement، وبعدين references بالأخير تكون موجودة. آخر شيء references، المصادر، مصادر البحث مالتك. زين، هسه عرفنا هذا شكل البيبر وهذا شكل التفاصيل مالته. هسه أريد نيجي نبدي كل واحد من دول، مثلا الأبستراكت شلون ينكتب، شنو الشغلات اللي نتجنبها، الكيوردز المفردات لازم اللي تخليها، introduction، وهكذا نجي بالتسلسل عليهم. زين،
نرجع للبرزنتيشن، ننتقل. أول شغلة التايتل. التايتل هو عنوان البحث. عادة قبل لا ننتقل لهذا، عادة التايتل الأبستراكت تكون بالنهاية تنكتب. أنا بالنسبة لي يعني أول ما أبلش أشتغل عملي أطلع نتائج، أكتب الطريقة الميثود أكتبها، بعدين أكتب الريزلتس مالتها وأكتب الديسكشن مالتها. طبعا الليترشر ريفيو أوريدي مكتوب، لأن هو يعتمد على الفكرة، فهو أوريدي بالبداية مكتوب إنه أنا محضرة الليترشر ريفيو مال الشغل السابق، وقايل إنه هذا هيك اشتغل وهيك اشتغل وهيك سوى. فالليترشر ريفيو بكل الحالات هو لازم ينكتب بالبداية، لأن يعني أنت حتى تعرف الفكرة، حتى تعرف انه انت شلون تشتغل، لازم عندك literature review، قاري ابحاث وملخصها وحاطها زين. بعدين اكتب الميثودز، بعدين اكتب الريزلت discussion، بعدين ارجع للانترودكشن، وهكذا انه اكتب الابستراكت الكيورد، ثم افكر بالتايتل. فتعتمد على الباحث انت شنو اللي ترتاح بيه، الطريقه والستايل اللي تحب تبدي بيه ماكو مشكله، بس عاده انه literature review بعدين التايتل. التايتل هو عنوان البحث. عنوان البحث يقول يعني من الجيد انه يحتوي على اقل عدد كلمات ممكن، اقل عدد كلمات ممكن يكون هذا عنوان التايتل. وبنفس الوقت هذا التايتل لازم يوصف البيبر مالتك. يعني انا من خلال التايتل، يعني مثلا من بحثنا كتبنا ديب ليرنينج وذ ميديكال ايمجز، شوف انه طلع لنا بيبرز، لانه اغلب التايتل دا يطلع عندي مثلا، هو دا يبحث بالكونتنت طبعا، بس اغلب التايتل دا يركز على التايتل، فيكون يوصف البيبر مالتك، يكون دقيق بحيث يوصف البيبر مالتك بكل محتوياتها، يعني شيء مختصر عنها، مو يكون نص صفحة مثلا او 3 اسطر. يعني يفضل انه مثلا سطر سطرين بكثير ونص، ولهنا يعني كلش كافي. كل ما يقل التايتل كل ما يكون افضل. اكثر الارتكلز اللي هي سايتد يعني عليها تعتمد كمصدر، هي تكون الارتكلز اللي عندها شورت تايتل، تكون سهله وتكون بسيطه. الشغلات اللي لازم تنتبه لها من تحدد العنوان البحث مالتك انه هو مو مكرر، يعني تاخذ التايتل تروح تدور بالجوجل سكولر، هم شوفه اكو مثله مشابه مثلا بالاي تريبل اي، بالسيفير، بسبرينجر، لازم تتاكد انه هذا مو تايتل معيود. اذا لقيت تايتل مشابه له لازم تعيد صياغه عنوان البحث مالتك بطريقه مختلفه، حتى ما يدخلك في مشاكل الاستلال وانه نفس الفكره ونفس البحث. بالتايتل لازم تتجنب استخدام الابريفيشنز اللي هنا الاختصارات، لا تحط اي اختصار. يعني مثلا كلمه مثلا تاخذ اول 3 حروف، يعني 3 كلمات تاخذ اول حروف وتسويها على شكل مختصر، ماكو اي اختصارات تكون بعنوان البحث. ورا ما سويت البحث التايتل، جدا ضروري يكون تحت التايتل هو الانتماءات مالت الافليشن مالت كل باحث. يعني شنو؟ خلينا نشوف المثال هنا. انا اسس مثلا اسماء الباحثين، كل باحث قدامه فد رقم معين، الرقم يدل على انتماءه موجود هنا. أنا مثلا هذا ينتمي اللي هاي الجامعه، للكليه الفلانيه، للجامعه الفلانيه، للمنطقه الفلانيه، للدوله الفلانيه. نفس الحاله اللي بعد، الجامعه الفلانيه، الدوله الفلانيه، وهكذا لبقيه الباحثين. كل باحث لازم يكون عنده انتماء معين حتى يقدر يقدمه، وزاره، هيئة، منظمة، حتى انه اذا انت ما عندك نهاية مثلا، مثلا قاعد بالبيت تقدر انه تستخدم ريسيرشر، اكو بيهم دي تقولون انه بس مجرد ريسيرشر، ويخلي مثلا عنوان مثلا مكان معين او شركة معينة ومتعاون ويا جماعة، فيخلي الانتماء. طبعا هذا كل المجلات العالمية تطلب هذا الانتماء. الشغلة اللي هنا اللي اريد احددها واريد اقولها، انت من تقرر تنشر بحث علمي وتبلش في مجال البحث العلمي، الاسم اللي تختاره حتى يثبت بالاسم اللي بكل البحوث لازم يكون واحد، حتى ما يدخلك. يعني مثلا انت كتبت مثلا اسمك احمد علي بالبحث مثلا احمد مثلا العبيدي، مثلا الزبيدي، وات ايفر، البحث اللي بعده مثلا خليت، هو هنا لازم يكون اسم واحد، حتى اني من اجي ابحث على اسمك او
انطي في السي في مالتي لشركه معينه تبحث على اسمي تلقى بحوثي. حاول قدر الامكان من البدايه تقرر على اسم معين يكون ثابت، ومن عنده تنطلق البحوث البقيه، ومو يوميه تغيره حتى يكون اسم ثابت لك. من انا ابحث عليك ببحث القاك بكل البحوث. اذا اسم ثاني بالنسبه للعالم انه هذول باحثين، او اسم ثالث هذول ثلاث باحثين مختلفين، ويدخلك في مشاكل. فاختار الاسم يكون ثابت. زين نرجع للبرزنتيشن. هسه هذا التايتل قلنا هاي الامور اللي جدا تنتبه لها، نو دوبليكيشن، مو مكرر، واي اختصارات ماكو. الخطوه اللي بعتي انه انا لازم اكتب الابستراكت. طبعا يعني اللي يجي ورا ما كتبنا التايتل، هسه احنا بنينا التايتل، خلينا الانتماءات، اللي ورا هسه الابستراكت. الابستراكت يعني معناها الملخص البحث. هذا انا اعتبره من اهم اجزاء البيبر. هذا الملخص بحد ذاته لازم تتخيل انه هو يعني بحث وحده متكامل. كل الباحثين بالعالم، الاغلبيه يعني ما نقول الكل حتى ما نعمم، الاغلبيه جذب الابستراكت مالتك وان عجبي يفوت على البحث ويقرا، ما عجبه يعبر ويعوفه ما يقرا البحث مالتك. زين الابستراكت هو تجمع به خلاصه، هذا من خلاله تقدر شلون نقول احنا تسوي دعايه لنفسك، تسوي دعايه لبحثك عفوا. عاده انه هو يكون باراجراف واحد، يعني مقطع واحد، مو صفحتين ولا ثلاث صفحات، عباره عن نص صفحه مو أكثر من نص صفحة. عادة يفضل أنه يكون بين 100 إلى 250. طبعا وأكو بعض المجلات تجبرك تقول لك أنا ما أريد أكثر من 250 أو مو أقل من 100. فحاول قدر الإمكان أنه تتفكر تكتب بين هذا الرنج، حتى ما تتعرض من تيجي تسوي سبمنت ترسل بحثك للمجلة يقول لك يا مثلا قلل الأبستراكت، ما أقبل الأبستراكت. زين هذا الابستراكت لازم يكون كلش دقيق وكلش محدد، يعني كلش واضح بي وكلش دقيق بي، كل كلمة وكل جملة تكتبه بي. الشغلة الأخرى أنه هذا الابستراكت لازم حتى يقدر يأثر أو يكون مؤثر، لازم تعتني بكل سكشن بي. زين السؤال اللي هنا أنا راح يتبادر، السؤال هنا أنا اللي راح يتبادر لبعضكم يقول زين أنا شلون أبني، يعني شنو الأجزاء اللي موجودة بي. كل جزء من هذا اللي راح أذكرهم هو عبارة عن جملة أو جملتين، سطر أو سطرين مو أكثر. يعني كل الأبستراكت راح يكون 6-7 جمل. عادة يبدي الأبستراكت ويا جملة يسموها الهوك سنتنس. الهوك سنتنس يعني شنو بالعام؟ إحنا نقول الصيد القارئ، الصيد المقابل يسمونها، يعني احنا الهوك بالعربية معناها الشص اللي نصيد به سمك. فهذا حتى الصيد المقابل عادة تلقى البحوث يقول لك مثلا أول جملة، مثلا لو كان يشتغل فد على فد موضوع معين مثلا بريست كانسر، يقول لك مثلا بريست كانسر is the main cause of death among women، يعني البريست كانسر هو السبب الرئيسي، واحد من أهم الأسباب الرئيسية للموت عند الـ مثلا النساء. او مثلا هذا راح يجذبك انه يشوفك ان الموضوع له اهميه قويه وراح يجذب انتباهك. او تعطي مثلا في رقم معين، نقول مثلا 2016 هل قد مثلا تاذوا بسبب هذا المرض. او مثلا انت تقول مو شرط يجي بهذا الاتجاه، مثلا تقول اني هذا الموضوع يقدر يغير مسار التعليم، هذا الموضوع حرر هيك شغله، فادي بهيك امور، سوي هيك. يعني شوف قيمه هذا البحث. هاي اول جمله عاده تكون اغلب البحوث تلقاها بهاي الطريقه، تلقى الجمله الاولى كاتبها بهالطريقه هاي. زين الجملتين او جملتين ثلاث جمل اللي بعتها او الاسطر تبين الريسيرش جاب. يعني شنو الريسيرش جاب؟ يعني ابين انه شنو المشكله الحاليه الموجوده بالبحوث بهذا الموضوع المعين. انت قررت الموضوع وقررت الفكره، مثلا انت تشتغل على فد موضوع معين، انت شنو المشكله ويا الطرق الموجوده حاليا؟ يعني الطرق الموجوده حاليا شنو المشكله بيها؟ مثلا انا اقول هاي الطرق الحاليه
ضعيفة بإيجاد هاي الشغلة نتيجة هيك أمور. هاي الطرق الحالية ما قدرت تسيطر على هيك جانب، هاي الطرق الحالية الموجودة تشتغل على هذا الموضوع ما تقدر تتعامل ويا البيانات الضخمة لهذا الموضوع و و و فتقدر بهذا الجانب جدا مهم. وراها هذا الشيء راح تيجي تقدر تعرف طريقتك اللي انت راح تشتغل عليها في البيبر، انه تقول انه بما انه هاي ما قدره وانا راح اقدم طريقه جديده، هاي الطريقه الجديده سوى هيك وهيك وهيك، انه هي عباره عن هيك موضوع، انه انا راح اقدم في نظام جديد، هذا النظام راح يتعامل ويا مشاكل الطرق السابقه. البعد هي تنطي مختصر عن النتائج مالتك، مو كل النتائج، فقط النتائج المهمه جدا اللي تجذب الانتباه اللي لقيتها. ورا ما عرفت النتائج قلت انه انا قدرت اطلع هيك نتيجه، هيك قوه، هيك اثبتت، هيك سويت، هيك يعني حققت. وراها اخر شيء انه تبين شنو اهميه هاي النتائج، تقول مثلا اهميه هاي النتائج انه انا مثلا غيرت النظام من مثلا نقول ورقي الى الكتروني، غيرت هذا الفحص مثلا مرضى السرطان من يدوي الى اوتوماتيك وات ايفر، يعني اهميه هذا الشغل. انت من خلال تباوع على الابستراكت هو عباره عن بحث متكامل بشكل مختصر. اذا الابستراكت هو جزء جدا مهم، لازم تكون دقيق به، لازم تكون كلش جدا يعني تكون دقيق لدرجه انه انت تعبر عن كل البحث. لا تسهب الموضوع بقد ما تكون هو مختصر. شنو الشغلات اللي نتجنبها بكتابة الأبستراكت؟ يقول لك never refer to figures or tables in your abstract. لا تشير إلى أي جدول ولا أي figure، يعني مو تجي بالهاي كما موضح بالشكل الفلاني أو كما موضح بالجدول الفلاني، هاي لا انساها، لازم ما تذكر أي شيء من هذا الموضوع. لا تشير إلى figures، هذا راح يكون بالمحتوى مال البحث داخل البحث. دائما يفضل او يكون استخدامك للباست تنس، تحكي بالضمير الماضي بالزمن الماضي، لان يعني انت بدك تعطي مختصر او سمري ملخص عن بحثك، فيكون انه انت اوريدي مكمل ومطلع نتائج وتقول انه احنا قدمنا واثبتنا وحصلنا هيك نتائج. We have achieved، انه احنا حققنا. We have obtained، يعني انه احنا حققنا وانجزنا، فانه تثبت انه انت الشيء انه انت حققته. الشغله الاخيره مثل ما ذكرت سابقا، لازم تتاكد انه من المجله، من المجله اللي ناوي تنشر بها، انه ايش قد طول الابستراكت. اذا انت الابستراكت مالتك اكثر من اللي هم يريدوا، حاول تختصر بيه وتقلل بيه، بس تقلل بطريقه ما تاثر على المحتوى. هذا بالنسبة للأبستراكت. النقطة اللي بعتها هي الكيوردز. الكيوردز يعني سنشوف بالبحث اللي هي تكون عادة بعد الأبستراكت، هاي اللي هي هاي الكيوردز. هاي الكيوردز الفائدة من عندها تكون تساعد على البحث، تساعد إنه من أني أبحث ألقى شغلك، تساعد على إنه أني أجي ألقى شغلك. شلون تختار هذين الكيوردز؟ مو اي كلمه تقدر تختارها، ولا اي كلمه اهميتها قليله، لازم تختار انه الكلمات اللي هي اكثر استخداما بالبيبر او تخص الموضوع. وعاده هاي الكلمات جزء منها كبير يكون مستوحات من التايتل، من عنوان البحث. يعني مثلا هنا انت تباوع هنا مثلا الموضوع عن مثلا عن الريد بلود سيلز، مثلا سيكل سيلز انيميا، ديب ليرنينج، كلاسيفيكيشن، ترانسفير ليرنينج، تباوع تلقى الكلاسيفيكيشن، تلقى الديب ليرنينج، تلقى الريد بلود سيلز، تلقى سيكل سيلز انيميا. هذني كلمات يتمحور الموضوع عنهن، الموضوع عنهن، حتى من يجي يبحث الباحث هاي الكيوردز السهل وصول الهن. اغلب البيبر اذا مو كل الجورنالز يطلب من عندك عادة 4 إلى 6 كلمات keywords جدا ضروري تخليهم زين. فالشغلة المهمة اللي بيها
انه يقول لك هي the most common in the paper، الاكثر شيء تداولا في البيبر، ومو اي كلمات يعني عشوائيه، كلمات اللي تمثل الموضوع. زين، شو يقول لك؟ يقول لك avoid making them too general، لا تاخذهم كلش عاميات. مثلا انا اقول AI artificial intelligence او computer science او مثلا MATLAB، مواضيع هاي general ابتعد عنها، يعني بحيث انه يعني تكون كلش متداوله. هاي ما تمثل keywords، تاخذ الكيورز اللي موجوده جدا بموضوعك انت، او تكون تونر، يعني كلش صعبه الوصول إلها، يعني كلش ما قليله مستخدمه، جدا مستخدمه او عاميه. ولا تكون مثلا تستخدم مثلا prepositions، يعني مثلا او مثلا a and the، هاي الامور تبتعد عنها، تاخذ مثل ما ذكرنا كلمات تمثل البحث مالتك، وتكون مستوحاه عادة قلنا من التايتل. هذا بالنسبة للكيورد. بالنسبة للشيء اللي بعده اللي هو الانترودكشن، هسه أنا أريد أجي أكتب الانترودكشن. الانترودكشن تتمثل بهذا الشكل، إنه أنت يبدي كلش جنرال عام، وتنزل الضيق إلى أن يوصل إلى الموضوع مالتك. عادة يبدي الموضوع الانترودكشن، تبدي بجنرال انترودكشن عن الموضوع. يعني شنو؟ مثلا انت تشتغل مثل ما ذكرنا، مثال اخذنا مثلا بريس كانسر، مثلا هذا الموضوع تجي تعرف هذا الموضوع، مثلا تعاريف، تقدم احصائيات معينه مثلا على عدد المتضررين بهذا الموضوع. لا تكون كلش جنرال، يعني كلش جنرال، ولا تكون كلش يعني محدده، بس تكون ضمن هذا الموضوع اللي انت حددته. انا اعرف شنو هي، مجرد انه افكر انه اذا اكو شخص ما يعرف عن الموضوع فشي، من يجي يقرا يعرف انه هذا شنو، هذا مثلا الموضوع او شنو هذا. مثلا انت تشتغل على الاي ليرنينج، انا مثلا ما اعرف الاي ليرنينج، تقول مثلا تعرف الاي ليرنينج شنو هو، استخدامه شنو، الشغلات الاحصائيات اللي عليه، دول هل قد استخدمتها، اوضح باك جراوند، خلفيه علميه عن هذا الموضوع. هذا ما يتجاوز اكثر من 1 باراجراف، الباراجراف هو عاده 4-5 اسطر. زين، بعدها لازم شويه تنزل ادق. هسه هذا الموضوع لازم تذكر شنو الريسيرش جاب، مثل ما ذكرنا بالابستراكت بشكل مختصر، هنا اسويه على شكل باراجراف. شنو المشكله بهذا الموضوع اللي انت ناوي تحلها؟ ياباني جاي احل مشكله انه هذا الموضوع، مثلا قلنا صور بيج داتا، او مثلا هذا ما يتعامل ويا هذا النوع من البيانات، او انه انا حليت هاي المشكله بالنتورك. اذا المشكله الموجوده انه هاي المشكله 1 2 3، اوضح المشكله. زين، ورا ما وضحت المشكله، هذا على شكل باراجراف، انزل باراجراف اخر، شنو التحديات الموجوده، شنو التشالنجز الموجوده، يعني التحديات. مثلا اقول التحديات بهذا الشيء، مثلا ضخامه الصوره المدخله، او ضخامه البيانات المدخله، هاي شو اسمه، نوع الشكل، الفيجرز او شكل الاشكال اللي راح تعمل وياها يكون كلش معقد. لازم تبين انه هي تحديات صعبه، ما قدرت انه مثلا بعض الطرق السابقه تحلها، انت راح توضحها تحلها. زين، هل اكو حلول مقدمة على هاي التحديات او هاي المشاكل؟ اكو هاي الحلول، 1 2 3، مثلا هذا سوى هيك، هذا حل هيك، هيك الشخص فلاني حل هيك، ان شاء الله. بس تبقى انه عندها مشاكل هاي الطرق، رغم انه هم ما حلوها، تبقى عندها مشاكل. زين، بعدها انت اشرح شلون تحلها، تقول انا راح اقدم فكره تحل بشكل مختصر، لان يعني التفاصيل الفكره وتفاصيل الامور راح تكون بالطريقه، فتقدم فد فكره معينه انه انت شلون راح تحل هذا الموضوع، انه انت شلون راح تلقى في الطريقه معينه. تقول انا يابا راح اقدم في السيستم معين، هذا السيستم المعين راح يتعامل ويا هاي التحديات، راح يحل هاي التحديات، لان بيه هيك فائده وهيك ادفانتجز وهيك امور. زين، وبالاخير يعني بنهايه الانترودكشن دائما يفضل الجزء الكونتريبيوشنز، يعني شنو هاي البيبر كلها بصوره عامه، شنو الانجازات اللي راح تقدمها، توضحها حتى تقدر انه تبين للريدر انه انت شنو الشيء اللي راح تقدمه. طبعا من
البيبر بنتروح للإديتورز أو ترسلها للمجلة، أول ما يقرأ الأبستراكت، وبعدين يدور على الكونتريبيوشنز. يعني مثلا هسه ذكرنا هاي انترودكشن، بلش بشيء كلش عام، ده يشرح عن مكونات الدم، إحصائيات في شغلة معينة، يذكر مثلا التشالنجز، التحديات الموجودة. يعني مثلا هسه احنا دا نشتغل على الكرة، مثلا هذا البحث يشتغل على كريات الدم، اقول مثلا التحديات الموجودة الاوفرلابينج سيلز، انه الخلايا اللي صار فوق مثلا فوق بعض، lack of training data، البيانات اللي تستخدم حتى ندرب السيستم مالتنا قليلة، تذكر المشاكل حتى تبين انه هي المشكلة مو سهلة. الجزء الأخير من الانترودكشن الكونتريبيوشنز، شنو الكونتريبيوشنز؟ الإنجازات مال البيبر. نقول يابا احنا بهاي البيبر قدمنا we have designed three shallow convolutional neural networks، قدمنا مثلا نظام معين، قدرنا نثبت هذه الشغلة المعينة، قدرنا نحقق هيك نتائج مثلا معينة، قدرنا نسوي هيك امور معينه، قدرنا نلقى هيك في الشغل معينه. المهم توضح نقاط القوه بشكل مختصر، لا يتجاوز السطر، السطر ونص، بشكل موجز، حتى يعرف الباحث او اللي يجي يقرا شنو قوه البحث. اذا عجبت الكونتريبيوشن، طبعا قرا الابستراكت لقى هنا اكثر تفصيل على الانجازات مال بيبر، يقدر يدخل بقية البحث ويقرأ البحث. زين، نرجع للبرزنتيشن. فإذا نرجع للتأكيد، تبدي بجنرال، تحكي عن المشكلة، تبين التحديات، تشوف شنو السوليوشنز الموجودة، شنو المشكلة ويا هاي السوليوشنز، تقول أنا شلون راح أحل هاي، شلون راح أحسن هذا الأداء، وبالأخير أعطي الكونتريبيوشنز. زين، بالانترودكشن عادة تستخدم أو دائما تستخدم الباست تنس، إلا إذا أنت دا تحكي عن فاكت عادي، يعني فاكت اوريدي موجودة، تستخدم البريزنت تنس، فعل المضارع، عادة أنت تستخدم الباست تنس. شو يقول لك الشغلات اللي لازم تتجنبها بالانترودكشن، تستخدم avoiding new acronyms، المختصرات، لا تستخدم المختصرات. وهنا أنا أريد أحدد، إذا عندك فد واحد أو اثنين مختصر، حاول أن تحافظ عليهم، وتخلي مثلا بالإنترودكشن كامل، وقدامه بين قوسين المختصر مالته، وبعدين تقدر تستخدم المختصر مالته. بس إذا عندك فد مختصرات مع هواي، مثلا فد 10 15 مختصر، تقدر بعد الكيوردز قبل الانترودكشن تسوي فد سكشن اسمه سكشن الابريفيشنز، المختصرات، تحط المختصر الكامل وقدامه المختصر، وهكذا. اكو بعض الجورنالز اذا عندك عدد هواي تخليهم يقبل هيك شيء، هواي من الجورنالز يقبل هيك شيء، وبعدين تقدر تستخدم المختصرات في عموم البيبر كليتها، اذا تشوف انه عددهم هواي. اذا واحد واثنين تقدر تستخدمهم عادي طبيعي. زين، الشغله الاخرى تجنب avoiding unnecessary long paragraphs، مو سو paragraph هو عباره عن صفحه واحده، بحيث القارئ يمل، لازم تسوي pause، يعني توقف. paragraph 4 سطور 5 بيتوقف، بدايه paragraph جديد. اكو مثلا واحد، انت مو كل شيء تقراه وتلخصه تحطه بالبيبر، حاول انه انت تستنقي، او احنا نقول تطلع الجزء المهم، لا كل شيء انه تقراه معناه انه انت تحطه بالبيبر، لازم تحط بس الشغل اللي له علاقه. اكو مرات مثلا انت تخلي شغل ما له علاقه بشغل مالتك، او كلش عام، كلش جنرال، انت تشتغل على هذا الموضوع، خليك بهذا الموضوع، مو الا بس هي مو شغلة بس حشو، مرات انه انت اربع خمس paragraphs انه تكون مضبوطه، احسن ما انه انت حاطط 3 صفحات، لان البيبر هي مو كثره الكلام، هي البيبر بدقه الكلام، وضوح الكلام، كتابه صحيحه، انجليزيه صحيحه، يكون افضل. زين، هذا بالنسبه للانترودكشن. هسه نجي لمرحله الليترشر ريفيو، اللي قلنا هو الجزء الثاني، وكنا هذا دائما يكون بالبدايه. الليترشر ريفيو او بعض البيبرز او بعض البحوث تكتبها related work،
هو هذا شنو؟ شغل غيري على نفس الموضوع اللي انا بدي اشتغل بيه، شغل غيري على نفس الموضوع اللي انا بدي اشتغل بيه. انا جبتهم وخليتهم، بلشت اخليهم. الغاية من هذا الشغل حتى اوثق انه هذا الشغل مشتغلين عليه، واوضح شنو المشاكل بالبحوث السابقة. احنا بالانترودكشن حكينا المشكلة بصورة عامة بدون ما نذكر انه شنو المشاكل بالبحوث السابقة. هسه انا اجيب هاي البحوث السابقة واخليها وابلش انه اني اوضح مشاكل هاي، اقول هذا مثلا الباحث اشتغل هيك شغلة، سوى هيك شغلة، بس عنده مشكلة 1 2 3. هذا الباحث اشتغل هيك الشغلة، سوى هيك شغلة وعنده هيك مشكلة. زين، فقلنا انه انت تجيب الشغل وتطلع المشاكل وياهم. ليش؟ حتى تبين انه شغلك مهم، انه غيرك اشتغل بس ما قدر يحل هاي المشاكل، غيرك سوى بس ما قدر يحل هاي الامور. اذا تريد توضحها فيجرز، توضحها بشارت، وضحها. المهم تسوي على شكل جدول اسم عنوان البحث، تسوي له سايت يعني تشير اله، وبعدين نقول هذا مثلا نقطة الضعف مالته وهكذا. زين، عادة الليترشر ريفيو يبدي بخلفية يعني مثلا تاريخية مثلا عن هذا الموضوع، مثلا استخدم بدايته كانت بهيج مكان، بهيج هيج 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 مكان، ما يتجاوز من اقل 3 4 اسطر بالكثير. يعني هذا الباكجراوند، هيستوريكال باكجراوند. بعدين هسه ابدي بموضوع الشغل مالتي، انه الشغل مالتي اصنفه حسب اجزاء. يعني شنو اجزاء اصنفه؟ يسمونه كلاسيفايد. يعني شلون؟ يعني انا مثلا، هم صح هم مثلا مشتغلين هاي البحوث كلها على بريست كانسر، بس هذول من الناس مستخدمين الطرق التقليديه، هذول كلهم اجمعهم اقول هذه البحوث اشتغلت الامور الطرق التقليديه، مثلا هذا الباحث استخدم هاي الطريقه، وهذا الباحث هذا الطريقه، وهذا الباحث هاي الطريقه، وكلهم بالاخير تذكر نقاط الضعف مالتهم. يعني انا بعد ما ذكرت الطريقه وصنفتها، بالاخير اذكر نقاط انه نقطه الضعف مالتهم. مثلا ننتقل، اكو ناس لا ما استخدموا الطرق التقليديه، مثلا استخدموا الطرق الاحدث، جمعتهم بمجموعه، وهذا هيك اشتغل، وهذا هيك اشتغل، وهذا هيك اشتغل، وهم اقول المشاكل مالتهم. حتى شنو المشكله؟ انه انت قلنا حتى تبين ضعفها، حتى تقدر انه انت تبين انه انت جاي تحل مشكله حقيقيه. مثلا لو ناخذ مثال، شوف مثلا هذا مثلا من بحث معين، هذا الباحث قال مثلا انه عرف طرق معينه، استخدم طرق معينه، ده يقول انه هاي الطرق اللي ذكرناها اللي موجوده صح هي قدمت نتائج جيده، promising results، قدمت نتائج جيده، بس انه الحاجه لي انه نسوي intelligent system، نظام ذكي automatically، ضروريه، رغم انه هي قدمت نتائج معينه. اذا خلى على احنا نقول خلي لنا بالموضوع، انه احنا صح انه انت يا قدمت نتائج جيده، بس ترى احنا محتاجين نظام اوتوماتيكلي. اذا هنا نبين قوه هذا قوه الشغله، اذا هو انا راح استنتج انه هو راح يقدم نظام انتليجنت سيستم حتى يحل هاي المشكله. لو نشوفكم مثلا مثال اخر بالبيبر، مثلا هذا الليترشر ريفيو قلنا وضح كل الطرق هنا وشرحنا كل الطرق، مثلا اللي تخص مثلا الريد بلود سيلز اللي هو عنوان الموضوع، مثلا الكلاسيفيكيشن مالته، ولخصت هنا. شوف مثلا قلنا يابا مثلا لخصنا الريسيرش بروبلم مال ايمج بروسيسنج ميثود، شوف صنفنا الطرق اللي ذكرناها فوق كلها، تقدر انه تسويها مضمونه، تقدر تسويها. هاي الطرق اللي ذكرت فوق تنقسم الى قسمين، قسم هي ايمج بروسيسنج ميثودز، وقسم هي ماشين ليرنينج ميثودز. قلنا يا الطرق اللي كانت هي عباره عن ايمج بروسيسنج ميثود، شنو المشاكل اللي بيها؟ مثلا ما انتبهت الى مثلا هيك شغله، هي مو اوتوميتد، مثلا استخدمت سامبلز قليله، نماذج قليله، مثلا ما قدرت تعالج الاوفرلابد سيلز، يعني التطابق بين الخلايا مو دقيقه، قل صور، مو اوتوماتيك.
زين، هذا بالنسبه للايمج بروسيسنج. بالنسبه للطرق اللي هي عباره عن ماشين ليرنينج ميثودز، هاي مشاكله، وحدت كل الطرق بمشاكل معينه، حتى شنو؟ حتى اطلع مشكله ريسيرش جاب، اوضح هاي المشكله، هاي المشكله تؤدي الى الطريق الى بحثي انا، كل هاي حتى ادي الى الطريق اقول انه اني هاي المشاكل موجوده واني راح اقدر اتعامل ويا هاي المشاكل بالطريقه مالتي. جدا مهم يكون سهل على القارئ، مو بس مجرد حشو ونفس الحاله اكرر انه تجيب وتخلي وهو عباره عن صفحات، بقد ما انه انت توضح كل باحث شو اشتغل، سوى شنو الطريقه، وبعدين صنفتها على اساس مجموعه طرق. اوكي، هاي الفكره بالنسبه لل وتبين كنا تبين المشكله الحقيقيه حتى تؤدي الى شغلك. زين، اخر شيء انه قلنا leading sentence to your method، يعني شنو؟ يعني انه انت تتمهد الطريق حتى توضح الفكره انه انت البحث مالتك جاي يحل هاي المشكله. زين، فنلخص ونحط، وكل بحث تلخصه ما يتجاوز سطر او سطر ونص. هذا الشخص الطريقه مالته هيك، استخدم هيك الطريقه وحقق هيك شيء، هذا الشخص قدم هيك الطريقه وحط هيك شيء. ممكن انه تجمعهم كلهم، مثلا تقول هذول مثلا اللي مثلا هاي الطريقه المعينه واستخدمت في عده بحوث، وتخلي مثلا التوافق الموجود. الشغله اللي هنا أنا اريد انبه عليها شنو هي؟ شغلة البحوث اللي تجيبها انت، اذا انت ب 2020 ب 2020 وتجيب لي literature review كلها عبارة عن احدث واحد بيهم 2014 و15، انا اقول لك هواي راح يرفضون هذا البحث، لان مو معقولة العالم قاعد من 2015 ل 2020 ما اشتغل على هذا الموضوع. فكر انه انت يكون عندك حداثة بالموضوع، مو كلهن بس على الاقل هواية منعتن يكون حديث. يعني مثلا انت ب 2020، مثلا 2019 لازم اكو فد بحثين ثلاثه اربعه، 2018 2017 2000 مثلا و15. حاليا انا مثلا من اجي اشتغل دائما مثلا مشرفتي تقول لي فكر لا تعبر مثلا ال 2017 وتجوه الا ان توصل مرحله ماكو نهائيا، وهذا مستحيل، يعني ماكو موضوع ما بقى يشتغلون عليه العالم من تبحث. بس فكر انه انت من تسوي literature review حاول 3 سنوات يعني لي ورا قبلك تجيب منعته، وكل ما يكون احدث كل ما يعطي الثقه اكثر انه انت فعلا دا تنافس شيء جديد، شيء حديث. زين، الشغله الاخرى، بس عفوا الصوت لاحد الاخوه، الشغله الاخرى اخلاق المات رجاء، عذرا دكتور تفضل. لا عفوا عفوا، اوكي هسه وضحنا الفكره انه لخصنا واخذنا شغلات جدا حديثه. انتبه الى هاي الامور، لا تخلي ريفرنسز او ابحاث قديمه جدا، يعني ممكن انه انت بالخلفيه التاريخيه اللي هي الهيستوريكال تخلي فد شيء مثلا قديم، بس مو تجرها كلها قديم، لازم تفكر في شيء حديث. واحدة من شوف الجايد لاين مالت المقيمين، واحدة من النقاط يقول لك هل هو الليترتشر ريفيو مالته اخذ شغلات جديده، فيباوع الاديتر او المقيم البحث مالتك يباوع فعلا انت مستخدم طرق جديده او ابحاث جديده. زين، الشغلات اللي لازم تتجنبها بالليترتشر ريفيو شن هي؟ الو، الو، ها دكتور صوت مسموع، بس أوكي. رجاء أوكي. من الاساتذه اللي موجودين ويانا يعني يغلقون المايك رجاء. نعم دكتور واضح. تكون على المايك استاذ حيدر بلكي، اذا تغلق يمك بارك الله بك، مشكورين. تفضل دكتور، محاضرة ممتعة، أوكي. أوكي. استمتعين. أوكي.
الشغلة اللي جدا مهمة لازم تتجنبها بالليترشر ريفيو هي انه تاخذ كوبي بيست، لا تستنسخ كوبي بيست. يعني انت من تجيب من باحث سابق لازم تعيد صياغتها بطريقة مختلفة، مو تاخذها نصا من البحث الاصلي، لان راح يحكي يجيبنا الى موضوع اخر اللي هو البلاجيوريزم، اللي هو الاستيلاء، راح نحكي عليه يعني ان شاء الله بالسلايد القائل يعني بعده. بس حاول تعيد صياغه، paraphrasing، اعاده صياغه، تكتبها بطريقه جديده بكلام جديد بمحتوى جديد. زين، الشغله الاخرى اللي لازم تتجنبها انه irrelevant content، المحتوى اللي ما له علاقه، اللي دائما انا اكرر عليه، اكو هوايه هي بعدد الصفحات، لا، مرات انت تعبي محتوى هو ما له علاقه بالموضوع، ما له اي صله، بس شنو شو اسمه، يكون بس مجرد محتوى، مجرد حشو، فحاول تتجنبه. الشغله اللي بعتي اللي هي تتجنبها البيرسونال اوبينيونز، الاراء الشخصيه. انت ما بهذا الجزء تحكي عن شغل اوريدي مشتغلي ومكملي، فما عندك حق انه تقدم رايك، ماكو هنا اي اراء شخصيه ولا اراء انه انت مثلا تنقد في شغله معينه بدون ما عندك مصدر لهاي الشغله. كل شغلة تقولها لازم عندك مصدر بيها أو شيء يثبت هذا الحكي. الشغلة الأخرى تجنب إن تسوي too many direct quotes، يعني الكوت اللي إحنا نستخدمه يقول لك يعني نصا، مرات مثلا مقولة معينة أو شغلة معينة، حاول هاي ما تكرر مثلا عدة مرات ويكون مستل، لا، قلل من قدر الإمكان، فيكون مثلا مرة أو مرتين مثلا. هذا بالنسبة للليترشر ريفيو. الجزء اللي بعده اللي هو الميثود مالتك، ماتيريالز اند ميثود. بهذا الجزء انت راح توصف الطريقه مالتك اللي استخدم اللي سويتها بدون نتائج. هنا احنا ما نحكي على نتائج اخوان، بدون نتائج، بس مجرد توضح الطريقه مالتك. زين، هاي الطريقه مالتك كل شيء له علاقه بالطريقه مالتك، تتوضحها بهذا الجزء. زين، مو بس هذا، حتى الماتيريالز اللي انت تستخدمها عادة إذا أنت عندك بيانات جامعها مثلا صور، فيديوز، وات ايفر اللي أنت تستخدمها، تحطها بالبداية، تكون يابا هاي الديتا مالتي، يابا مثلا هذه الديتا مالتي متكونة، تكون طبعا سوي على عبارة عن سب سكشن، يكون هذا السكشن عبارة عن البيانات مالتي، توصف البيانات، شنو هاي البيانات، شنو نوع الصور مالتك، حجم الصور اللي استخدمتها، شلون جمعت هاي الصور، إذا هي مالتك أنت جامعها منين جمعتها وشلون حصلت بها موافقات وشلون وشلون وشلون، واذا انت جايبها من مصدر معين هم توصفها وتخلي اشاره الى المصدر مالتها. لازم تذكر هذا الشيء حتى يعرف انه اللي يجي يقرا وراك يريد يوصل نفس الديتا مالتك يلقى المصدر يروح لهاي البيانات ياخذها. واذا الصور مالتك يفضل اذا انت ما عندك شغل يعني مستقبلا وياها ترفعها الى مكان وتخلي رابط إلها حتى يبقى الثقة للشغل. ومو بس هذا، هذا الشيء يخليك إنه أكثر عدد من العالم يستخدم الديتا مالتك ويسوي إشارة للبحث مالتك، يعتمد بحث مالتك كمصدر. زين، بعدين إنه أنا مثلا عرفت الصور، حتى بعدها مثلا تقدر تعرف هل أنت سويت أي إجراء على الصور، يعني مثلا سويت بري بروسيسنج، عمليات تعديل، عمليات قطع، عمليات فت شغلة معينة، كلها توضحها. ورا ما خلصنا من البيانات هسه تيجي تشرح التكنيك مالتك، الشغل مالتك. هذا الشغل مالتك مثلا انه انت استخدم في سيستم معين، تشرح السيستم، تشرح التفاصيل، تستخدم اشكال معينه، تستخدم فيجرز معينه، تستخدم مثلا صور معينه تدعم شغلك، استخدم. جدا ضروري توضح شغلك. هنا انا اريد اوضح الى نقطه جدا مهمه، يفضل ببداية الشغل مالتك تسوي جنرال تشارت على الشغل مالتك. يعني شنو جنرال تشارت؟ يعني أنا هواية من الباحثين أول ما يجي يقلب البيبر يباوع على الفيجرز، إذا شاف الفيجرز مثلا شدت انتباهه وعجبه في شغل معين ممكن يفتهم البحث مالتك من الأشكال اللي مخليها بالبحث مالتك. فواحد من أهم هاي الفيجرز هو الشارت العام مالت الشغل، يعني الجنرال، يعني تقول مثلا انا الشغل مالتي بصوره عامه راح يكون اكو صوره مدخله،
راح يصير عليها بري بروسيسنج هاي الطرق المعينه، بعدين راح تروح لهذا السيستم، بعدين راح تطلع هيك يصير عليها هيك عمليه الى ان توصل الى الشغله المعينه. هذه يسمونه الفلو تشارت، او هذا التشارت مالتك يوضح الشغل بصوره كامله. اي من اجي اقرا افتهم انه طريقتك شلون شغاله من خلال الفلو تشارت، واحتمال ما احتاج اقرا المحتوى مال الكتابه مالته. زين، ورا ما وضحت ممكن اكو هذا يستخدم مثلا الالجوريثم توضح، ممكن يستخدم فيجرز تيبلز مع الشرح على هذا الفيجر او هذا التيبل، مو بس ترسمه وتعوفه بدون شرح. زين، الشغله اللي بعتي شنو هي؟ اذا اكو اي مثلا تحليل احصائي او تحليل رياضيات او شغله لازم توضحها بدون، يعني توضحها بطريقه انه انا اجي اكو القى الا، يعني مو مجرد انه مخلي بدون ما انطي التحليل الرياضي مالته اذا اكو الى تحليل رياضي. زين، مثل ما ذكرت ادعم اي شيء تذكره او شغله ب chart of figures، لا تكثر كلش ولا تقلل كلش، يكون بالشكل متزن بحيث يعطي الصوره واضحه. احنا نقول خلي الشارت والفيجرز تعبر عن نفسها، ترسمها بدون تأشير، لا لازم اكل محور السيلي ومحور الصات، الاكس اكسس والواي الواي اكسس واللانجنت، يعني الاشارات كلها تكون واضحه بدقه عاليه. هم راح نحكي على الفيجرز بعدين بالسلايدز القادمه. الشغله الاخرى don't over explain common scientific procedure، يعني شنو؟ لا تسهب بالشرح الشغله العامه بالموضوع مالتك، احكي على طريقتك. مثلا انا بدي احكي على طريقه موضوع معين، انا ما اريدك تجي مثلا انت بدك تشتغل بالاي اي بالارتفيشال انتليجنس، انا ما اريدك تحكي لي على الاي اي وهو شلون شغال الاي اي ومثلا الطريقه العامه، هاي كلها انا اعرفها واقدر اسوي سيرش عليها واقدر اقراها. اشرح لي الطريقه اللي انت سويتها واللي انت اشتغلت بيها، هاي فرصتك انه انت توضح الطريقه مالتك. يفضل انه تستخدم الـ بهذا السكشن الباسيف فويس، يعني الضمير اللي احنا نقول المستتر، بدل ما نستخدم وي والجمله نقول مثلا وي فاوند وي اتشيفد او وي جيت مثلا هيك شيء، نقدر نقول مثلا فيتشرز ذا فيتشرز ويتش مثلا هاف بين اكستراكتد، هذا معناها الجملة مبنية للمجهول حتى اللي يسمونه passive voice يعطي مثلا انه انت عندك امكانية بالكتابة الاكاديمية. يفضل مثل ما ذكرت كان سابقا انه ما يكون مفضل انه تستخدم الضمير المباشر، بس اتصور حاليا انه هو معكم مشكلة. زين، واحدة من اهم الشغلات اللي ساعد وذكرتها سابقا، شوف البحوث المنشوره بنفس هذا الموضوع او بنفس مجالك شلون يسوون الطريقه مالتهم او شلون يكتبون الميثود. يعني مثلا انا بطريقتي اباوع على بحث، مثلا هسه هذا البحث اللي احنا يعني هذا مشتغلي على باوعت بحوث سابقه، مثلا هسه مثل ما قلت بلشت بالديتا سيت، حكيت عن الديتا سيت، وضحت الديتا سيت، حطيت نماذج عن صور الديتا سيت ودعمتها، بعدين شنو الشغلات اللي سويتها على الديتا سيت، شنو البروسيس اللي سويتها، انطيت فلو تشارت عام عن الشغل اللي راح يشتغل هنا، شنو الطريقه اللي مثلا الصور اللي عالجتها، اخر شيء يلا وصلت للطريقه مالتي، يعني بلشت من الديتا بعدين فلو تشارت توضح العام، بعدين دخلت على الموضوع مالتي وبلشت اوضح الموضوع كفيجرز حتى كتيبلز، يعني اوضح الطريقه مالتي بحيث انه انا اوصل الفكره كامله واوضح كل شيء بيها. وجدا مهم هنا بالميثود هم تذكر شنو الشغلات اللي مثلا استخدمتها، مثلا انا استخدمت ماتلاب مثلا 2019، استخدمت مثلا جي بي يو كهاردوير، هل قد دربت، هل قد استخدمت، وكل شيء اوضحه حتى يعرف المقابل او الاديتور اللي راح يقيم شغلك انه انت شلون مشتغل وشنو الطريقه اللي اشتغلت بيها. زين، هذا بالنسبه للماتيريالز اند ميثودز، فوضحناها قلنا هاي الامور، فانت هنا لك الحق تشرح طريقتك بدون نتائج. الشغله اللي بعتها او الشغله
الجزء اللي بعده اللي هي الريزلتس، النتائج مالتك. هنا مثل ما ذكرت تقدر تدمج سكشن الريزلتس ويا الدسكشن، وتقدر تسويهن وحدهن. اذا تسوي الريزلتس واحد والدسكشن واحد، فانت هنا مطالب تحكي فقط على النتائج مالتك بدون اي تفسير. النتائج مالتك يابا هاي النتائج مالتي، حصلت هيك نتيجة، لقيت هيك نتيجة، لقيت هيك مثلا شغلات، كل هاي الامور اوضحها. اول ما تبدي بالنتائج، طريقة تقييمك للنتائج، يعني شنو طريقة، يعني شنو المعايير اللي استخدمتها حتى تقيم نتائجك. مثلا في مجال، مثلا اكو مثلا يستخدم الاكيورسي، لها معادلة اذكر معادلتها، او مثلا استخدم الاف سكور او الريكول او الاريا اندر كيرف. هاي كل وحده اشرحها واعطي معادلتها، يعني انت على يا معيار قست اداء الشغل مالتك. مثلا خاصه مثلا احنا بالكمبيوتر ساينس نختار، مثلا نقول مثلا انا اذا هيك اقيس مثلا دقه العمل او هيك 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 حسب النموذج الشغل مالتك، حسب الجزء اللي انت تشتغل عليه، توضح انه المعايير قياس الشغل. الشغله اللي بعدها هسه اجي اوضح انا ايش لقيت. حتى توضح انت ايش لقيت لازم تستخدم اما جداول او فيجرز، اما جداول توضح او فيجرز، وكل جدول يخص فد شغله معينه، مو تدمج كل النتائج بجدول معين واحتاج لي ايام حتى افتهم انت ايش توصل بالجدول هذا. يعني شلون؟ مثلا انا بشغلي استخدمت 3 انواع من التيبل. هاي الداتا سيت الاولى هيك قست بيها، هيك نوعيه، هيك هيك هيك. هاي الداتا سيت الثانيه تيبل ثاني، يعني مثلا متكون اكثر من شغله، فيكون عندك مثلا 4 5 صفوف بالجدول، فاوضح وهكذا. وكل جدول من هذه الجداول تشرحه في باراجراف واحدة، هذا تيبل 1، هذا النتائج حصلت أنا هيك نتيجة، حصلت أنا هيك نتيجة ويا هذه الشغلة. الشغلة الثالثة الأخرى اللي هي شنو هي؟ إنه ورا ما عرضت نتائجك وكملت عرض نتائجك، تحتاج تقارن نتائجك ويا الشغل السابق حسب النتائج مالتهم. هذا يعطي قوة للشغل مالتك، الا اذا حالات نادره انه انت مثلا اكو شغله جديده ما مشتغل عليها سابقا، هاي حالات واحد بس. اغلب الشغل مثلا مشتغلين على نفس البيانات مالتي بس بطرق مختلفه، اكرر على نفس البيانات مالتي بطرق مختلفه، مو مثلا ناس مشتغلين غير بيانات وغير موضوع، مثلا نفس الموضوع بس غير بيانات، فما تقدر تقارن شغلك وياه. بينما انا اجي القى مثلا هاي الصور، مجموعه صور او هاي الداتا سيت مشتغلين عليها، منو مشتغل على هاي الداتا سيت، اجي اقارن بيها بالليترشر ريفيو. اخذنا بصوره عامه كل الطرق المشتغله على هذا الموضوع، بينما بالنتائج لا، لازم اخذ فقط اللي مشتغلين على هاي الداتا سيت. يعني شلون؟ نرجع نشوف مثال. شوف هسه مثلا هنا انا عندي هاي الداتا سيت، خليت النتائج مالتي، شرحت عليها جدول، هذا موضوع آخر، نتائج أخرى شرحت عليها. ما أجمع هذا الجدول ويا هذا مثلا هذا الجدول، مثلا هذا الجدول هنا أنا مثلا نقول أخذ طريقة معينة أو نموذج معين، مثلا هذا الجدول الآخر دمج شغلة أخرى ويا مثلا الـ SVM Classifier، فد موضوع يعني فد شغلة أخرى دمجها صارت تيبل جديد وأشرحها. شوف كل تيبل إلى شرح مالته، كل تيبل إلى الشرح مالته. زين، هذا الجدول الاخير اللي هو المقارنه، انتبه عليه. شوف مثلا من تقرا يقول لك الطرق الاخير، احدث الطرق اللي اشتغلت على هاي الداتا سيت اللي اسمها هاي، مو اني مشتغلين غير داتا سيت، اني مشتغل على هاي الداتا سيت، وهذول الطرق الموجودين هم مشتغلين على هاي الداتا سيت، فاذا اجي اقدر اقارن شغل وياهم. من اجي احط شغلهم واحط الشغل مالتي واقول انه انا مثلا هم حصلوا هيك نتائج وانا حصلوا هيك نتائج، اذا انا حصلت اعلى من عندهم اذا انا حسنت الشغل. هذا جدا مهم، ينطي ثقه للشغل مالتك.
بدون هذا الشغل انا ما اعرف انه قوه شغلك. صح ان انت مثلا مطلع نتيجه جيده، بس من تقارن شغل غيرك بدون من يعني نوضح انه بالتفصيل شنو هم هذول، لان هذول اوريدي انا شارحيهم بالليترشر ريفيو، بس هنا مجرد اخلي نتائجهم واقول انه انا طلعت نتائج افضل من عندهم وحسنت احسن نتائج من عندهم، يعني حصلت نتائج افضل من عندهم زين. فجدا مهم ننتبه. وللتكرير مره ثانيه، مو نجيب داتا سيت ثانيه ما لها علاقه بالداتا سيت اللي انا مشتغلتها، ما يعني بيانات ما لها علاقه بالبيانات اللي انا اشتغل واقعد اقارن، لان هذا ما ينطبق. جزء هو بياناته اصعب وبياناتك اسهل، فاكيد انت مطلع نتائج احسن، او بالعكس هو بياناته اسهل ومطلع 99 مثلا وانت بياناتك صعبه ما قدرت تطلع 70، ما تقدر تقارن هيك شيء، لازم على نفس الداتا سيت باختلاف الطرق المستخدمه. زين. الشغله الاخرى اللي موجوده يقول لك do not repeat. الشغله الاخرى انه قلنا الفيجرز والتيبلز لازم يكونون بشكل واضح، اوكي، ولازم تشير لهم بالجدول، يعني بالكلام بالتكست مالتك، يعني نقول مثلا as reported in جدول مثلا table 1، يعني كما مبين بالجدول الاول، مو تحط الجدول بدون ما تشير لها بداخل النص. فلازم تشير الى كل جدول او كل فيجر انه انت تستخدمه داخل الشغل مالتك. الشغله الاخيره مثلا انت من ده توصف الجدول الاول وتجي توصف الجدول الثاني مو تعيد نفس الكلام بس بتغيير النتائج، لازم تصيغه بطريقه مختلفه. يقول لك do not repeat same words، يعني لا تعيد نفس الحكي. مثلا انا بالاول قلت هذا طلع هيك هيك، اعيده بطريقه مختلفه بمثلا كلمه مختلف واحافظ على المحتوى حتى ما يصير ملل بالكلام، حتى ما يصير دبلكيت بالكلام، مجرد انه انا اخذته وعدلت على الجدول الثاني قلت انه انا حصلت هيك نتائج. بوصف النتائج هم اكو شغله هنا ننبه عليها، لا تكون انه بس طلع هذا هيك الجدول، طلع هذا هيك الجدول، هذا هيك نتيجه، وصفه بطريقه انه اني شلون نقول مثلا مثلا اعلى نتيجه طلعت بهذا الطريقه، واقل نتيجه طلعت بهذه الطريقه، وبقيه النتائج الطرق ذبذبت بين ذولي، كانت بين ذولي وطلعت هيك هيك، وصفته بطريقه او بطريقه اخرى، يعني لا تكون كلش تقليديه بحيث بس مجرد انه اسرد انه ايش حصلت اني، حتى شنو تكون تبين طريقه بروفيشنال، من اجي انا اعرف انه هذا الاعلى نتيجه وهذا اقل نتيجه، بحيث من انا اجي اقرا التكست مالتك اذا قرأته بدون ما اباوع على الجدول افتهم شغلك زين. هذا بالنسبه للريزلتس، بس ذكرنا النتائج مالتي وحكيت النتائج مالتي. السكشن اللي بعده اللي هو الدسكشن، يعني شنو what do the results mean، شنو هاي النتائج تعني. هواية من البيبرز البحوث ترفض بسبب انه الدسكشن مالتها ضعيف. يعني شنو احنا نجي بالدسكشن، انا اريد اوضح شنو معنى هاي النتائج، شلون انا حصلت هاي النتائج، احنا نقول علل ليش انت حصلت هاي النتائج، شنو سويته، شنو اللي قدرت تغير، شنو اللي قدرت توضح هاي النتائج، ليش هذا حصل اعلى شيء، ليش هذا اقل شيء. مثلا نقول هذا مثلا هاي الطريقه استخدمتها طلعت اعلى نتيجه لانه بيها هيك الصفه وهيك الصفه، بينما هاي الطريقه حصلت اقل شيء طلعت بيها لانه بيها هيك مشكله وهيك مشكله. وهذا الشغل اللي انت تشرحه هنا هل لازم يتوافق ويا نفس اللي ذكرناه بالانترودكشن انه احنا قدمنا حل، هل هو يتطابق؟ انا مثلا بالانترودكشن قلت انه انا راح احسن النتائج، طريقتي راح تحسن النتائج، هل فعلا حسنت النتائج؟ هل فعلا قدمت شيء اعلى؟ هل فعلا طبعا هنا مو شرط انه انت دائما تحسن النتائج، مرات انه انت تثبت العكس انه النتائج ما ممكن تتحسن هم ممكن تنشر بيها حتى غيرك ما يفوت هذا الطريق، تقول انه انا مثلا اشتغلت واثبتت انه هذا الطريق مسدود، يعني بعد ما نقدر نفوت فيه، واكو طريق لا يسموها negative results تقدر تكتب بها بحث وتقدر تنشر بها، وكل positive results انه انت حسنت او لقيت طريقه جديده حدثت النتائج مالتك. زين، هل انه هذا اللي ذكرته طابق ويا هذا اللي انت ذكرته بالانترودكشن؟ زين، شنو شنو التحديات او الليمتس اللي المحددات اللي
إعاقة إنه أنت مثلاً تحصل نتاج بعد أعلى، مثلاً توضح إنه هل النتاج مالتك تؤدي إلى استنتاجات اللي أنت متوقعها، وبنفس الوقت توضح إنه شنو الأكثر interesting and significant، يعني الشيء المهم اللي يخص شغلك. مثلاً إنه أنا أقول مثلاً من خلال شغلي قدرت، من خلال نتاجي قدرت أثبت إنه هيك شغلة وهيك شغلة، قدرت إنه أثبت إنه هاي الموضوع ينحل إذا سوينا هيك أمور. وهذا كل تهل نتاجك تثبت إنه ما عكس ما قالوا بالليترتشر ريفيو، مثلاً إنه بالليترتشر ريفيو ذكرنا مساوئهم وذكرنا إنه هاي النقاط، قلنا إنه التحديات مالتهم اللي ما قدروا. هل نتاجك قدرك تعالج؟ يعني مثلاً ذكرنا إنه الأوفرلابينج سيلز، الأوفرلابت سيلز، خلايا الدم مثلاً المتطابقة، هل طريقتك قدرت تحل هيك مشاكل؟ قدرت تعالج هيك أمور؟ مثلاً الصور المعقدة قدرت تتعامل وياها؟ الديتا الكبيرة قدرت تتعامل وياها؟ إذن أنت هنا فرصتك حتى شنو؟ حتى فرصتك حتى تعلل نتائجك، توضح أهميتها. ماكو شيء بس مجرد إنه أنا طلعت 99 بدون ما أذكر شلون طلعت أنا 99. فأقول إنه أنا طلعت 99 لأنه هيك وهيك 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 وطريقتي قوية، طريقتها زينة. إذا هاي الطريقة ليش أعلى، هاي ليش الطريقة أدنى، ليش دولة بالنص؟ فهنا فرصتك إنه توضح كل شيء له علاقة بالنتائج مالتك، وتعلل كل شغلة إنه أنت لقيتها. ومثل ما ذكرت ممكن يكون سكشن واحدة، ممكن يكون سكشن إنه شو اسمه مدمج ويا الريزلتس. خلينا نشوف مثلاً في المثال، مثلاً هنا أنا على الديسكشن، مثلاً شوف هنا أنا الديسكشن صار على شكل نقاط. مثلاً يقول لك مثلاً image augmentation مثلاً كطريقة عن transfer learning هواي حسنوا النتائج بهذا المجال. إذن هذا وصلت إنه أنا الطريقة هاي مالتي حسنت النتائج، بس ليش؟ إنه هنا أنا لاستخدام هاي الطريقة قدرت هيك أوصل أحل مثلاً مشكلة الوايت بلاد سيلز اللي هي كانت عبارة عن مشكلة هنا أنا موجودة. لو نرجع للليترتشر ريفيو هنا أنا مثلاً موجودة كان ما يقدرون يعالجوا مشكلة كريات الدم البيض الوايت بلاد سيلز، فتشرح كل وحدة قدرت نعالجها وليش، مو بس يعني عالجتها وقبل، شلون عالجتها، شلون حليت هاي الطريقة، وتشرح بالتفصيل كل نقطة إنه أنت شلون عالجت وشلون حليت الديسكشن مالتك. زين، هذا بالنسبة للديسكشن مالتك، وارجع وعيد هذا جدا مهم يوصل فكرة ليش هواية بحوث مثلا ترفض نتيجة إنه هو كاتب نتائج وعنده نتائج جيدة وعنده أمور جيدة بس ما شارحها، ما منطق معلل. أوكي، أنت لقيت هيك شغلة عللها، وضحها ليش، شنو الأسباب، شنو الأمور وشنو الشغلات المهمة اللي لقيتها بشغلك. الشغلات اللي تتجنبها شنو هي؟ يقول لك do not make statements that go beyond that what the results can support. يعني شنو؟ لا تروح تشرح شيء أبعد من ما أنت لقيته ولا تقترح في شيء. أشتغل دكتور ليس بس من خصك أخوي الوقت، يعني على ما تسمح لبقية. أوكي 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 أوكي، هو بس محور واحد استاذ راح يعني استمران به للنهاية. اوكي زين. الشغله الاخرى توكل على الدكتور. اوكي ان شاء الله. اوكي تفضل. الشغله الاخرى انه تنتبه لها انه انت لا تقدم فد فكره جديده ما مطروقه سابقا. اذا تريد تقدم فد فكره وفد شغله معينه، مثلا انت بدي تقول هاي الطريقه حسنت النتائج وانت ما حاكي عنها مسبقا، فلا تسوي هيك شغله. الجزء اللي بعده اللي هو هسه كمان اللي هو الكونكلوجن. طبعا الكونكلوجن هو الاستنتاج مالتك بالاخير. الاستنتاج مالتك عاده الاستنتاج يكون يبدي بملخص عن الشغل مالتك، تقول انه انا بهذا البحث استخدمت الطريقه المعينه، وتذكر الريزلتس المهمه انه انا حكيت على شغل وبعدين اذكر الريزلتس. بعدين الشغلات الجدا مهمه اللي استنتجها من الديسكشن، واخر شيء انهي انه الشغل شلون راح يكون مهم
بالنسبة للشغل الأخرى مثلا، أنا شغلي راح يسهل هيك أمور، أنا سويت سيستم راح يحل هيك أمور، هذا الكونكلوجن مالتك. يكون عادة الكونكلوجن مالتك كلش بريف، مختصر ومركز وسهل التذكر. هذا بالنسبة للكونكلوجن. زين، الجزء اللي بعده اللي هي جزء الريفرنسز، المصادر. طبعا كل مصدر، انه انت لا تخلي مصدر ما مشاير الى بالبحث مالتك من الانترودكشن الى اخر جزء. طبعا لا الابستراكت ولا الكونكلوجن تخلي بيهن مصادر، بس قلنا من الانترودكشن، الليترشر ريفيو، الميثودولوجي ذاك وفتشيل الداتا تشير الى، حتى الريزلتس تقارن وياها لازم تشير الى، لا تخلي مصدر مو ايش اسمه ما شاير الى. الشغله الاخرى، المصادر مالتك لازم تكون ذات صله، يعني لها علاقه بالشغل مالتك، مو كلش جنرال. مثل ما ذكرنا سابقا، يفضل انه تكون بها حديث، يعني اكو السنوات الاخيره منشوره ويا مجلات ذات ثقه. يعني انت من تجيب مجلات مثلا تخليها كمصدر لك تعبانه، اكيد الريفيور المقيم اللي يجي يباوع عليها ما يثق بانه انت مقارن ويا الشغل. لازم تقارن بطريقة شو اسمه، بطريقة تكون شو اسمه، يعني بطريقة تكون من عفوا من مجلات كلش عالية. الشغلة اللي بعد هي انه بالبحث مالتك، من مخليهم انت بالمصادر واحد اثنين مثلا حد المية، لازم يفضل انه يكون بالبحث مالتك جايات حسب التسلسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وطبعا اكو برامج هواية تتعامل ويا المصادر الريفرنسز، مثلا الاند نوت، الليتكس، هاي اوتوماتيكيا هي تسوي لك ري اوردر، تعدل حسب تسلسلها بالبحث. فيفضل انه اذا انت تشتغل مثلا شغل عادي بدون اي برامج، يفضل انه تخليها من الواحد للمية حسب، من البدايه للنهايه، يعني من انترودكشن وانت نازل. والشغله الاخرى، من تكتب المصادر لازم تركز المجله اللي انت راح تسوي لها ترسل لها البحث تستخدم الطريقه مال يعني الفورمات مالتها. كل مجله عندها طريقه لكتابه المصادر مالتها، لازم تركز على هذا الموضوع وتكون دقيق ويا هذا الشيء. زين، الموضوع الاخر، هسه خلصنا اجزاء البحث، الاجزاء البحث وخلصنا الاجزاء الرئيسيه وعرفنا كل جزء شنو مهمته. هسه ننتقل الى موضوع اخر اللي هو الانجليش لانجويج، كتابه البحوث. هذا اهم واحد من اهم، يعني نفس الحاله اهم سبب لرفض البحوث، كتابه اللغه الانجليزيه. يعني هذا الكومنت، واحد من الكومنتس اللي نشرته السفير، خليته بالجايد لاين مالتهم اللي استخدمناه مصدر بهاي البرزنتيشن. احد الاديتورز ذكر انه في التعليق مالته قال انه this paper fell well below my threshold, I refuse to spend time trying. وش ده يقول؟ يقول هاي البيبر هي اقل من المستوى اللي اني اشتغل بيه، اني ارفض انه اني اقضي وقت حتى بس افتهم الاوثر ايش يريد يقول. اوكي، فانه اني ما راح اقعد اصلح البيبر، وانا عندي بالرولز مالتي وخبرتي اذا بس بالابستراكت لقيت ست اخطاء جرامر يعني قواعديه، انه انا ما راح اقرا بقيه البحث وارفض البحث. فاذا الانجليزيه جدا مهمه وجدا لازم تعتني بيها. طبعا احنا مو نيتيف سبيكرز، احنا مو يعني عندنا انجليزيه، فاكيد عندنا مشاكل بهذا الشيء. واحد من يعني من الكومن الاخطاء الايررز اللي موجوده الشائعه هي بناء الجمله، واخطاء زمن الجمله، واخطاء الجرامر، واخطاء السبيلنج. طبعا هاي الاخطاء هوايه من انت تقدر تتجنبها، اكو برنامج اسمه جرامرلي، مجرد انه تشترك وياهم اشتراك سنوي يعني بسيط، وينضاف لك حتى بالوورد، ينضاف لك بالشاتنج، ينضاف لك على البحوث، وهوايه يعدل بحثك، هوايه يعدل بحثك. زين، هل هو هذا كافي؟ لا مو كافي صراحة. طريقة الكتابة، أسلوب الكتابة، مرات هو أوكي يلقى يعني يلقى الجرامر ويلقى السبيلنج، بس مرات يسمونه الوردينج. يعني شنو الوردينج؟ استخدامك للكلمات. أكو كلمات مو أكاديمية، يعني مثلا أكو كلمات مثلا أنا ما أقدر أستخدم، يسمونها الفريزل فيرب، يعني مثلا هاي الجيت أوت مثلا، أو مثلا البوت أوت، أو وات إيفر، اللي هاي مو أكاديمية، مو
امور اكاديميه، فهاي شلون انت تعالجها؟ ان اما انت تكون مثلا مقتدر بالانجلش تقدر تكتب وتعدل، او مثلا انت عندك زميل هو اختصاصه انجليزي يقدر يساعدك بهذا الموضوع. والشغله الاخرى، انا واحده من الشغلات اللي فادتني جدا هي الريدنج. يعني شنو الريدنج؟ اشوف البحوث شلون تكتب يا كلمات، واستخدم هاي الكلمات والصيغه تفيدني. الشغله الاخيره اللي اريد اذكرها بهذا الجانب هي البروف ريدنج كومباني. اكو شركات تسوي لك بروف ريدنج موجوده بالامريكا وبريطانيا واستراليا، اكو فيك وهميه دربارك من عندها تسرق البحوث، اكو معتمده متعامله ويا جامعات متعامله ويا شركات تقدر، وهم فد سعر مو غالي، مثلا على البحث ياخذون فد $100 يسوي لك بروف ريدنج يغيروا لك شكل للبحث من الكتابه، فتقدر تدزه. هوايه من البحوث الرفض بسبب الانجلش لانجوج. زين، واحدة من الشغلات اللي لازم تنتبه إلها شنو هي؟ من تكتب لازم تكون كلش direct and short sentences. لا تسوي sentence طولها ثلاث أسطر، حاول sentence مالتك تكون قليلة، لأنه تبين يعني واحد يريد يوصل نهاية الجملة ناس بداية الجملة، فتكون sentence مالتك كل يعني قصيرة. حاول بالsentence الوحدة تحط فكرة واحدة مو أكثر من فكرة، وحاول قدر الامكان انه يكونون يعني مثلا مو مشوشه للقارئ بحيث ما يقدر يفتهم، يعني لازم توضحها بصوره جيده، يعني اكثر من ستيتمنت بنفس الجمله، اكثر من شغله بنفس السنتس نفسها. والشغله الاخرى اللي اريد نوضح عليها اللي هي شغله الفيجرز، مثل ما هي دقتها لازم تكون كلش واضحه، كل هاي ريزوليوشن التأشير إلها. للتوضيح يعني عندنا إحنا أنا فيديو أنا مسوي، الفيديو يشرح في الطريق في التولز موجودة من جوجل يدعمها جوجل، لسه راح نشوفها. هاي التول تشرح المخططات بشكل واضح، يعطيك مخططات بشكل أونلاين، تقدر حتى تنزلها وتنصبها، أكو فيديو عليها راح يكون بالسلايد تقدر توصل له، يعطيك في الطريقة كلش راقية للرسم وواضحة، ويعطيك بيئة عمل كلش سهلة، تقدر تستخدم هواية فيجرز وتعدل عليها وتكون بشكل احترافي وهاي ريزوليوشن. زين، هذا بالنسبة للفيجرز. زين، الشغلة الأخرى هي هسه احنا كملنا ورسمنا وكملنا البحث، أريد أجي هسه أختار المجلة المناسبة للبحث مالتي اللي هي شنو؟ واحدة من أهم الأشياء الخطا أنه أنت تختار المجلة المو مجال بحثك، اوكي؟ فلازم انه انت تشوف انه مجله تناسب بحثك. شلون اعرف هذا الشيء؟ راح نشوف عده عوامل شغلات، من ضمنها انه انت تفوت على هاي المجله، هل تشوف البحوث المنشوره وياها، هل هي اكو مش بحوث منشوره من نفس المجال مالتك، تعرف انه هم هاي المجله تنشر بهذا المجال، باو على الاكسبتنس والريجكت ريتس، وباو على ايش قد يطولون بقبول البحث. وهنا أنا نقطة أريد أوضحها إنه أهمية. دكتور ليش ما دخلتك بس عيد البرزنتيشن، واحد من الأخوة ربط ويانا. أوكي، يعني عيد هاي الفقرة الأخيرة؟ لا. أسوي برزنتيشن من جديد. الغي وارجع سوي مشاركة شاشة جديدة. أوكي. عندنا ست لما لو سدنا الشاشه مالتها تلغي مشاركه الشاشه. اكو ست لما حاليا مشاركه الشاشه، نعم. يا ريت تلغي من يمها. عادي دكتور استاذ ليث، بس سوي بين من يمك، سوي بين من يمك ترجع الشاشه استاذ ليث. اوكي شنو ظهرت الشاشة هسه حاليا أستاذ؟ لا ما هسه إن شاء الله ظهرت. أي رجعت أستاذ، هو من يمك من عاشت إيدك. أي أوكي إن شاء الله. جيد عاشت إيدك. نرجع على أوكي، نرجع للجورنالز، اختيار الجورنال. فقلنا أنت لازم تشوف الجورنال هل بيها من البحوث اللي أنت نفس المجال مالتك. طبعا أنا هسه السؤال هنا شلون أوصل للبحوث أو المجلات هاي؟
من أهم المواقع اللي تسهل علي وصول إلى المجلات وأعرف قوة المجلة. طبعاً المجلات مقسمة إلى أربع أقسام عالمياً، اللي هم Q1, Q2, Q3، اللي هي جاية من كوارتايل الأول والثاني والثالث والرابع حسب قوة البحث. طبعاً هذا بتفاصيل، إنه حسب إنه فتشي إمباكت فاكتور وسايت سكور، إحنا ما نريد نفوت لين ضيق الوقت، بس إنه المجلات مصنفة حسب قوة من Q1 ل Q4. واحد من أهم المواقع اللي هو SJR. SJR يعطيني فرصة إنه أنا أوصل للمجلات. أقدر مثلاً هذا الموقع SJR أقدر أخذ مثلاً الفيلد مالتي مثلاً كمبيوتر ساينس، أقدر أخذ مثلاً أقول يا أريا من الكمبيوتر ساينس مثلاً Artificial Intelligence. أنا شريد مثلاً إذا أريد دولة معينة لو كل الدول، مثلاً حالياً أريد كل الدول، أريد بس الجورنالز مثلاً، ما أريد لا كتب ولا كونفرنسز، أريد بس الجورنالز. وأحدث شيء مثلاً هذا التصميم مثلاً مشتغل عليه 2018 مثلاً، آخر تصنيف للبيانات. شوف يرتب لك يوم Q1 يقصد قوة البحث، يعطيك المجلة ويعطيك حتى البلد ويعطيك تفاصيلها زين. إنما شوف أقدر أدخل على المجلة ويعطيني الويب سايت مالت المجلة، أقدر أفوت على الهوم بيج مالتها وأقرأ تفاصيلها وأشوفها. وكذلك ينزل إلى أن مثلا يعطيك ورا ما خصه Q1 بهذا المجال، يعطيك Q2 Q3 Q4 وهكذا، وتقدر تغير الفيلد هنا. هذا من أهم المواقع بصراحة اللي أنا أستخدمهم. الشغلة الويب سايت الثاني المهم اللي هو مثلا بسبرينجار بآي تربلي بالصف، كل واحد عنده هذا الشغلة اللي هو يقترح لك المجلة. يعني شلون يقترح لك المجلة؟ مثلا هذا مال سبرينجار، أجي أخلي عنوان البحث مالتي، مثلا أنا عندي عنوان بحث، أجي أخلي الأبستراك مثلا مالتي أي شيء. أسوي مثلا واختار الفيلد مالتي، مثلا اختارت الفيلد مالتي كمبيوتر ساينس، من أجي أسوي سجست للجورنال، شو شي يعطيني حسب التايتل اللي أنا خليته وحسب الأبستراكت اللي أنا خليته. يقول لي مثلا، يقول لي يا المجلات، شوف مثلا اسم المجلة الإمباكت فاكتور مالته، طبعا كل ما يعلى يكون أفضل، يعني عالية جدا مثلا 5 كلش عالية، ومن يعبر الواحد يكون كلش أوكي. مثلا هاي المجلة تناسب بحثك، هاي المجلة تناسب بحثك وهكذا. بنفس الوقت ينطيك الأكسبتنس ريت، يعني شنو نسبة القبول، 15% هي نسبة القبول، 21% هي نسبة القبول، 44%, 40%, 35% وهكذا. بصراحة إهدانا نسبة القبول كلش مهمة، يفضل يعني إنه تكون 25 فما فوق، كل ما يكون 25 فما فوق يكون أفضل، لأنه مثلا 15% مثلا ما نقول صعبة، بس يعني تكون تخليك احتماليات، فأخذ فتشي 21 أوكي زين. ورا ما حددت المجلة ولقيتها اللي أنت تناسبك وتشوفها أوكي، طبعا هنا أنا حتى يقول لك يحتاج 128 يوم للفيرست ديزيشن، يعني حتى 128 يوم حتى يطوك القرار الأولي كمعدل. النقطة الثانية اللي أريد أوضحها هنا قبل لا ندخل على المجلات، هنا عندك الـ Open Access والSubscribe. المجلات أما تكون Open Access، يعني شنو Open Access؟ ما يحتاج أنه أنت تشترك وياها حتى تأخذ بحوثها، مفتوحة، بس بالمقابل تأخذ من عندك فلوس حتى تنشر وياهم، وكو فلوس كلش عالية. مثلا عندك مجلة الـ IEEE Access، دار النشر MDPI، غيرهم دول مجلات تحتاج أنه، بس عادة إذا أنت عندك إمكانية وأكو أحد يدعمك في الشركة في المنظمة في الجامعة، يكون هاي المجلات ما تطول بالتقييم، شهر شهر ونص بالزايد، وتقيم الشغل مالتك لأن أنت دافع لها فلوس، وتكون فلوس مثلا 15 ورقة 1500 دولار، 1000 دولار وهكذا. أما السبسكرايب عادة تتأخر، بس أنت ما يحتاج. مثلا هذا هسه يقول لك، يقول لك هاي تدعم الأوبن أكسس والسبسكرايب، هاي نفس الحالة وهكذا. مثلا هاي المجلة لا، أنا ترى ما أتعامل ويا سبسكرايب، أتعامل فقط ويا الأوبن أكسس وهكذا. اختارت أنت هسه المجلة المعينة، مثلا هاي المجلة، فتت على المجلة تقرأ التفاصيل، هاي تقرأ إنه شنو المجال البحثي، هذا مثلا هاي المجلة تشتغل هيك وهيك وهيك. قررت إنه أنت تفوت على هاي المجلة، شوف مثلا تدخل على هاي المجلة تقرأ أكثر تفاصيل بيها حتى شفت شلون تتعامل وياها، حتى تتأكد أكثر حتى من
من السكوب مالتها من مجال، ممكن انه تراسل الاديتور مالتها قول انا عندي فكره هيك بحث، حتى ما تضيع وقت انه تفوت على تضيع وقت وترسل البحث مالتك. فمثلا تقدر تراسل الاديتور مالتها مثلا هاي الكونتاكت ويا الجورنال، تقول لهم يا باني هذا بحثي وهذا فكرته، اقدر اشارك بهذا الـ يعني يرحم ويا مجلتكم، فاذا اوكي هاي البحوث مالتها تقدر تشوف كل البحوث مالتها الموجوده حاليا، هاي الامور مالتها تقدر تطلع عليها زين، حتى الاندكسنج مالتها التفاصيل مالتها كل شيء له علاقه بالجورنال راح تكون هنا. الشغله الاخرى مثلا هنا يقول لك الاديتور مالتها، الشغله الاخرى المهمه جدا اللي اريد اركز عليها هنا انه لازم تقرا سبمشن جايدلاينز، اللي هو شنو الجايد لاين مال هاي المجله بالضبط. يعني شنو مثلا يقول لك يابا مثلا اني لازم السبمشن مالتي يكون بهالطريقه، اذا تريد تتعامل ويا التايتل لازم يكون بهاي الطريقه، ينكتب الافليشنز لازم يكون بهاي الطريقه، يعني لان كل جورنال لها فد فورمات معينه، الابستراكت بهالطريقه، الكيوردز شوف مثل ما ذكرنا يقول لك ما اريد اكثر من 4 إلى 6 مثلا، الامور الاخرى التكست لازم يكون بهالطريقه، تقدر يقول لك انا عندي بالنسبه للتكست عندي مثلا ليتكس فورمات برنامج الليتكس وتقدر تنزله وتتعامل وياه، ويعطهم وورد نفس الحاله وهكذا. فشوف انه كل تفاصيل الجورنال اللي هي العلاقه، شوف حتى يقول لك انه لازم المصادر تنكتب بهاي الطريقه بالنسبه للجورنال وهكذا، اذا كتاب تكتب بهالطريقه او شابتر تكتب بهالطريقه، فيفضل انه تتبع تعليمات الجورنال بالحرف الواحد زين. هسه لقيت انت الجورنال وحددت، هسه انت شلون تسوي سبمنت؟ حتى تسوي سبمنت لاي جورنال، يعني مثلا مثلا نختار مثلا سجورنال اوريدي انا مسويها حساب هذا مثلا، طبعا انت اذا ما مسوي حساب ما عندك حساب تسوي ريجستريشن وياهم، ريجستر ناو راح يطلب اسمك وتفاصيلك وهاي الامور كلها، فتسوي حساب وياهم حتى السيستم مالتهم، طبعا مالتهم من تفوت لاي جامعه او عفوا اي مجله، بس مجرد تقول له سبمنت يور مين مانوسكريبت راح يقول لك يحولك جوجل على السيستم مالتهم. اذا انت ما عندك حساب مثلا على المجله اوريدي مثلا عندي حساب بيها، تسوي حساب اخر تسوي حسابي لك وتدخل، من تدخل تسوي لوجن للنظام مالتهم هذا النظام مالتهم، طبعا يطلع لك بهالشكل مالت اغلب المجلات حتى الالسفير وسبرينجر تكون بهذا الشكل. جاي انت ترسل بيبر جديده فتضغط على سبمنت نيو مانوسكريبت، تجي تنزل البحث الابستراكت الكيوردز يقول لك ارفع لي البحث سوي هيك، ارفع الرسومات هيك، يكتب عندك ملاحظات من الباحثين انتماءاتهم و و الى ما نهايه، اذا اي مشكله نقص يرجع لك اياه تظهر بهذا شو اسمه. ممكن انه انت تسوي سبمت بس ما عندك كل التفاصيل يطلع لك اياها، انه هذا ما دامك ما مسوي فاينل سبمت تظهر لك هنا ورا مرحله التعديلات، يعني مثلا يطلبون تعديلات تظهر بهاي الحاله، القرار النهائي يكون بالفقره الاخيره انه هاي خلص مثلا ويا هاي المجله نشوف مثلا قرار نهائي لو قبول انه صار عليها اكسبت، لو صار عليها ريجكت، او مثلا فرست شغله معينه هو لو اكسبت لو ريجكت. هذا بالنسبة للسبمنت. نرجع للبرزنتيشن نفس الحالة بالسفير، إذا أضغط عليه راح يوديني على أنه هم أدخل التفاصيل مالتي، أدخل البيانات مالتي، هذا التايتل مالتي البحث، الأبستراكت، أدخل الفيلد، وهم راح يعرض لي مجلات ونفس الحالة. هذا أقصر طريق حتى يوصلك للمجلة المناسبة اللي تناسب بحثك، ونفس الحالة موجود بآي تروبل اي، نفس الحالة موجود بأغلب أغلب دور النشر حتى يوصلك إلى المجلة المناسبة زين. ذكرنا الليتكس، الليتكس هو برنامج التعامل مع النصوص سهل، مسوي عليه 2 فيديوهات موجودة،
لضيق الوقت هاي الفيديوهات ما لحق افتحهم، بس موجودين ضغط عليهم. انا شارح الليتكس من التنصيب لحد ما انه انت تطلع من عندك بيبر كامله، فاللي يريد هذا موجود ان شاء الله وراح يشاركها. ورا ما كملت وصار عندك البحث جاهز ودزيت المجله، تحتاج انه شويه صبر مستعجل، حاول انه لا تخبصه للاديتر ترسله ايميلز صار ويا البحث صار ويا البحث صار ويا البحث، لا تنطي مجال ورا فتره مثلا اذا طول كلش تدز له استفسار انه تساله على البحث مالتك. بعدين راح يطلع لك القرار، القرار اما يكون اكسبت ودون اي تعديلات وهذا شيء يعني جيد جدا وممتاز، هاي قبل بحثك وراح. الشغله الاخرى انه اكسبت وذ ماينر ريفيجنز ويا تعديلات بسيطه، مثلا عدل لنا هذا الفيجر، هاي المشكله هنا صغيره، هاي الشغله البسيطه عدلهم، بس هذا حسب بحثك مقبول ما دام ماينر ريفيجنز، بس تعدل وتكون دقيق وياهم وتكون دقيق ويا هاي الشغلات. اما الشيء الكلش كريتيكال الحاسم اللي هو لا يعطيك ميجر ريفيجنز، هذا الميجر ريفيجنز بحثك لا مقبول ولا مرفوض، بس شنو الميجر؟ فالشغلات كلش قويه تخص الطريقه مالتك، تخص النتائج مالتك، يقول لك انا هاي النتائج ما موثوقه لازم توثق لي اياها، هاي لازم توضحها، هاي لازم تبينها، جدا لازم تكون دقيق، ولازم تشكر للإديتر تتعامل بطريقه من لا مو هيك شغله لا شغله لا شو صحيح مو هيك، لازم تتعامل بطريقه انه اوكي نتائجكم الكومنتس مالتكم تعليقات حسنات النتائج مالتي اشكركم على هذا الشيء، واجي ابلش اوضح كل نقطه يعطوني اياها، كل نقطه يعطوني اياها. جدا حذر بهاي الستيج. لو ناخذ مثال للريفيو، شوف السهنانة هذا التقرير احد الريفيورز في احد المجلات يعني المشاركه، شوف اعطاني التعليقات، كل تعليق تكون على شكل بلون والإجابة تكون بلون. تخيل إنه البحث كان هو عبارة عن 9 أوراق بينما الإجابة على الإديتر سوت 12 ورقة، فلازم تكون كلش دقيق بالإجابة وتوضح بطريقة تكون مثلا السؤال بلون، هذا السؤال الأول الإجابة إلى السؤال الثاني الإجابة إلى السؤال الثالث الإجابة إلى، إذا تحتاج figures توضح، تحتاج references توضح، هذني عدلتهم بالبحث وهنا وضحت وضفت بالبحث كل سؤال إلى إجابة، حتى فيجرز إذا تريد تستخدم استخدم، المهم أنه أنت توضح له الفكرة وتقنعه، لأن هو لحد الآن ما مقتنع. الماينر ريفيجن الأولى اللي هي شفناها سأشوف كامل 12 صفحة تكون دقيق جدا بالإجابة، استخدام الرسومات شغلات أنه توضحها خطوة خطوة. زين هنا بالخطوة هاي، الخطوة الثانية هاي بعد ما يحتاج ترجع للإديترز، هنا ما ترجع تحتاج للمقيمين مرة ثانية، تعدلهن وتروح للمين إديتر وتنشر البيبر انقبلت، بينما هنا ترجع تقييم مرة ثانية فتكون حذر جدا. أما القرار الأخير اللي هو ريجكت، إنه يرفضون البحث، ويكون عادة إن الرفض إنه مثلا البيبر مو نفس مجال المجلة مالتك، وهذا قلنا جدا تتأكد من عنده من البداية، أو علميتها قليلة، الأصالة بيها النوفولتي بيها ضعيفة جدا، مكتوبة بالإنجليش كلش بور بطريقة كلش تعبانة، أكو مثلا نسبة استلال عالية، يعني شنو استلال؟ مأخوذ من بحوث بالليتريتشر بالإنترودكشن، فيقول نسبة الاستلال عالية، فجدا تهتم بهذا الموضوع. وهنا اريد اذكر انه انت لازم قبل لا تنشر ترسل بعد مالتك لاي مجله لازم تشيك نسبه البلاجيوريزم اللي بي السيميلاريتي بي، اكو برامج مثل تيرنت ان الايثنتيكيت. وهنا هم اريد انبه على شغله جدا مهمه، انه انت اكو مواقع اونلاين على اساس تطي اكاونت، لا تتعامل ويا هيك مواقع اذا ما متاكد من برامج حقيقيه، لان هوايه تكون تحفظ البحث مالتك وانت تجي تنشره تلقى الاستلال 100%، فانتبه من هذا الموضوع. واريد هنا على السريع يعني اوضح في البي دي اف ان شاء الله هم راح افرقه ويا البرزنتيشن، اللي هو هنا يوضح لك انه
تستخدم بعض المصطلحات، طبعا هو بتفاصيل ضيق الوقت، مثلا يقول لك اذا انت تتبين اهميه الموضوع شلون تكتبه، اذا تريد تحكي مثلا على الهيستوريكال، اذا تريد تحكي على الريسيرش جاب و و و و شلون تكتبها. مثلا اكو عده طرق، يعني مثلا ناخذ مثال، اذا تريد تبين اهميه الموضوع مثلا نقول مثلا هذا الموضوع او هذا التوبيك از ذا مين ريزن ايتش، او تستخدم كلمه ليدنج، او مثلا كلمه برايمري ميجر كوست، تقدر تكتبه باي واحد من هاي الطرق. طبعا هذا من سبرينجر، دار نشر سبرينجر، كلها كلمات اكاديميك بوردز تقدر تستخدمها. فتحاول مثلا تسوي اعاده صياغه لشغلك باستخدام هاي الامور. نفس الحاله اذا تبين الخلفيه التاريخيه للموضوع تقدر تستخدم last century مثلا what ever last two decades، وهكذا حتى من تنزل على النتائج شلون توضح نتائجك، شلون تستخدم لهاي كلها مطيق مرادفات وشغلات حتى تستخدم وتتجنب البلاجيرزم. هذا بالنسبة للقرار النهائي، إن شاء الله ينقبل البحث. المصادر اللي استخدمت هي الألسفير رايتنج غايدلاين، سبرينجر غايدلاين، وبعض الورش اللي أخذتها بالجامعة. إن شاء الله تكون هاي الورشة مفيدة. حاولت قدر الإمكان أنه أستخدم أكثر شيء ممكن. أكو هواية تفاصيل ممكن نسوي ورش مستقبلية، فاعذروني على الإطالة، بس هذني كل شغلات مهمة وحريص أن أوصلن لكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور لي، محاضرة قيمة جدا، شكرا على المحاضرة، وأشكر أستاذ ميثم من سد غيابي في بداية المحاضرة، طبعا بسيب ضعف النت. إن شاء الله توصل المحاضرة على شكل فيديو للأساتذة إن شاء الله. إن شاء الله نحاول نرفعها إن شاء الله. مشكورين دكتور ليث، واحنا اليوم خليناك تظل قاعد ويانا، يمكن هسه الوقت عندكم الساعه يمكن بالثنتين. لا والله تدللون اهلي وبيكون خير. انا احب ان انوه للاساتذه انه دكتور نعم عفوا، بالنسبة للي يسألون على التصوير إن شاء الله نحاول إنه سجلنا المحاضرة ورفعها على اليوتيوب، وإن شاء الله اللي فاتف شيء يشوفه على اليوتيوب. بس أنا عندي ملاحظة دكتور. تفضل. نهاية المحاضرة من شرحت على المجلات كان الوقت ضيق، فشرحت شوية سريع. نريد محاضرة تكون سجلنا فيديو بشكل تفصيل أكثر ودزه لنا. إن شاء الله أنا عندي أصلاً أوريدي مسجل فيديو بالتفصيل الممل عن المجلات وآلية التعامل مع المجلات وشون ترسل البحث إلى المجلات، لأنه قلت لك ضيق الوقت اختصرت. نعم شرحت سريع بالأخير. أي فراح أرسل لك إن شاء الله ويا الباكيج مالته كليته، أرسل لك الـ 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 الأمور الفيديوز والروابط حتى البي دي اف اللي شوفته راح أرسله، وممكن أنه أنت تشاركوه على الويب سايت حتى قدر الممكن ممكن انه الاخوه يستفادون من عنده. ان شاء الله. شكرا دكتور، شكرا لاساتذه الحضور. عفوا، وللرابط بس الاخوه يسالون، رابط راح يكون على، عفوا استاذ بس للتاكيد، راح يكون على صفحه الجامعه مالتكم. عفوا استاذ بس للتاكيد، هم دي يسالون على وين راح نلقى المحاضره. ان شاء الله الرابط دز الاستاذ قاسم او الاستاذ حيدر، والناس على الجروب مال الكلية وعلى الموقع مال كلية الإمام الكاظم إن شاء الله. جيد جدا، أنا أرسل الفيديوز كل أحوال راح أرفع على قناتي وأدز لكم الروابط إن شاء الله حتى يكون للأخوة يوصلون. فلا جميع الأخوة اللي يسمعونا، الفيديوز راح تكون على صفحة كلية الإمام الكاظم عليه السلام، فتوصلون للموقع الإلكتروني مالتهم، توصلون الروابط والمحتويات البرزنتيشن. ونفس الحالة إذا صارت أي مشكلة إن شاء الله تواصل ويا وأنا أوصل إن شاء الله. جزيل الشكر دكتور، جزيل الشكر. إن شاء الله. مشكورين. السلام عليكم. إذا أكو أي سؤال على مدى أي سؤال. المحاضرة والمعلومات القيمة حقيقة، وجزاكم الله ألف خير، تقبل الله صيامكم أجمعين. فقط رابط الحضور ما موجود، يعني إذا ممكن. دكتور تدلل بالخدمة، دكتور خالد نزلناه مرات، راح نزله بعد مره ثانيه وانت معرف ان شاء الله.
الله يحفظك دكتور، رحم الله والديك منون، شكرا جزيلا. الله يحفظك. إذا أحد الأخوة عنده استفسار، سؤال موجود، يا ريت يذكر سؤاله بالتعليقات. شكرا للأخوة يعني يذكرون أنه المحاضرة قيمة، إن شاء الله تكون مفيدة. دكتور ليت بعض الآمنة حفيد هاي يعني موجهة لك سؤال، تقول لو سمح بعض المجلات لا تقوم بأي تعديلات، هل معناه أن البحث كويس أو أم أصلا هذه المجلات تأخذ البحث كما هو تضعه وتضعه على الفورمات المجلة فقط، وكيف يمكن معرفة ذلك وهذه المجلات تكون سكوباس Q4؟ هو المجلات إذا تي تعرفها أنه سكوبوس كيو 4 إذا تظهر يمك الشاشة موجود موقع سكوبوس، من موقع سكوبوس أقدر أدخل على موقع سكوبوس. هسه يظهر لك الموقع أستاذ حيدر بالشاشة؟ أي أدخل دكتور. أدخل على سكوبوس، مجرد أنه تقدر تبحث عن طريق التايتل أو الببلشر أو الـ ISSN مالتي الجورنال، اخترت مثلا نقول التايتل، اكتب اسم المجلة I Trouble A Access مثلا، هاي المجلة هاي مثلا اي مجلة، او انت عندك يفضل يكون الـ ISSN. شوف هسه هنا من ده ابغى هاي المجلة، شلون انا اعرفها يا كوارتر؟ هسه من اجي هذا الربع، هذا الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الثالث او الرابع، مجرد انه ما اضغط على الفيرست كوارتر اسوي ابلاي، اشوف انه المجله من سويت فلترنج اختارت الربع الاول بقت، اذا هي المجله ربع اول. اذا الغي الربع الاول واختار الربع الثاني واسوي ابلاي، المجله اختفت، طلعت لي زيرو ريزلتس، معناها المجله مو ربع الثاني، اذا هي الربع الاول. فهاي احدى الطرق، واكو تقدر تعرفها من موقع الاس جي ار اللي انا ذكرته يعني سابقا، تقدر تفوت على المجله تشوف المجله، مو بس هذا انه هل مستمره لو بعتي، فاذا البريزنت معناها موجوده المجله، اذا هنا اذا طالعه من سكوبوس يذكر لك تحت انه هي ديسكونتينود، يعني وقفت من التعامل وياها. وبنفس الحاله اقدر اوصل للهوم بيج مالتها واقدر اشوف انه حاليا بالسنه، حاليا 2020 لوين واصله. شوف مثلا ب 2019 كانت 4.9، يعني هسه 5.3، معناها احنا مجله متقدمه، اذا هاي اعرف مجله جيده. هذا ونفس الحاله ذاتي تعرف كيو 4. بالنسبه اذا كان القرار انه المجلات تقبل كما هي، هو حسب قراري، ورا ما ترسل البحث، ورا ما يجيك البحث يدزوا لك ايميل بالقرار مالتهم، هم يقولوا لك قبلنا بدون اي تعديلات وراح ننشره، او يقول لك مثلا قبلنا بس نريد هاي التعديلات، او قبلنا بميجر ريفيجن، او يقول لك مثلا رفض. وهذا كله يكون عن طريق هم يراسلوك بالايميل اللي انت سجلت به بالمجله. فواضح ان شاء الله السؤال؟ اوكي واضح دكتور. سؤال ثاني طبعا ست اسماء احمد، السؤال يعني كلش نقول عليه ذكي، في حال كتابه البحث باللغه العربيه وترجمته للغه الانجليزيه وخاصة في الاختصاصات الإنسانية، كيف يتم التعامل مع المصادر المرفقة باللغة العربية؟ هو يفضل، أنا يعني ما أقدر أحكم براحتي، بس يفضل إنه أنت إذا مصادر عربية ومحتوى عربي وحتى إنجليزي تتعامل ويا مجلات تقبل اللغة العربية. يعني شنو؟ أكو مجلات هنا هسه هاي العالمية كاتب لك انه فقط انجلش، ما يصير ترسل له بحث باللغتين مثلا، مستحيل يقبل، وهذا كلش نقطه ضعف على الباحث. هوايه مجلات يكتب لك انه انا اقبل مثلا انجلش، انا اقبل عربيك اند انجلش، مثلا فرنش اند انجلش، جيرمان اند انجلش. فهذا هنا السؤال يعتمد على المجله نفسها، هل تقبل اللغه هاي لو لا؟ فلازم تتاكد من المجله انه تقبل، واغلب يعني مجلات بالوطن العربي دائما تقبل السؤال، يعني امور العربي والتكست العربي. واذا تريد تنشر بالانجليزي وتعرف المجله تريد فقط انجليزي، فلازم تتجنب المصادر اللي هي بالعربي وتحاول تلقى مصادر بالانجليزي.
أوكي شكراً أستاذ. سؤال ثاني يقول كيف معرفة اختصاص المجلة وكيف معرفة هذا كانت مجانية؟ ها ذكرنا إحنا نرجع أستاذ حيدر، ذكرنا إنه أما عن طريق مثلاً الـ SJR مثلاً اختار أي مجلة مثلاً إنجينيرنج مثلاً هاي المجلات الموجودة حالياً قبالي. هسه احنا شنو تقدر انه انت اذا قدامها هاي العلامه معناها هاي مو مجانيه، عداها كلها مجانيه. ليه ما تقبل انه يعني ما تريد فلوس انت تدزيهم البحث، هم بالمقابل راح ينقبلون البحث مالتك يعرضون موقعهم، من يعرضون موقع المجله ما تقدر تنزله الا تسوي اشتراك، فمعناها ياخذون فلوس من الناس اللي راح تشترك حتى تنزل البحوث. بس اذا هي اوبن اكسس، شوف هسه هاي اوبن اكسس معناها شنو؟ معناها متاحه للكل، بس بالمقابل ياخذون فلوس من الباحث نفسيته حتى ينشروا له البحث. يعني مثلا هسه هاي المجله اللي ذكرناها الاي تربل اي اكسس هي مجله مفتوحه، يعني هسه من افوت عليها شوف هسه موجوده، هي تاخذ فلوس، تاخذ 1750 دولار هاي موجوده. من افوت على اي بحث بيها اقدر افتحها واقدر اوصل له واقدر افتحه واخذ البي دي اف مالتك، بس بالمقابل اخذت من عندي فلوس 1700 حتى نشرت البحث مالتي. بينما اكو المجلات الاخرى لا، يعني ما ياخذون مجانيه مثل ما مثلا انا مثلا سبرينجر ومجانيه، بس بالمقابل حتى انزل البحث لازم ادفع على مود انزل البحث. ان شاء الله وصلت الفكره. الو الأستاذ حيدر، ألو ألو. شكرا أستاذ ديف. سؤال أخير نعرف إحنا أخذنا هواي من وقتك طبعا. لا بالعكس بالعكس. ألو أسمعك أستاذ حيدر. دكتور ليف أسمعك. صوت واضح استاذ حيدر. اسمعك واضح دكتور ليث. اسمعك واضح، اي تفضل شنو السؤال؟ اسمعك واضح. اي دكتور سؤال اخير يعني وان شاء الله على مود نختم ان شاء الله الورشه. يقول اذا احد نشر بحث مع شخص اخر تخصص اقتصاد في مجلة الاقتصاد وهو تخصصه حاسبات مثلا، هل البحث قيمة علمية له؟ أكيد إذا مشارك هذا الشخص اللي وياه بالاقتصاد بالبحث مشارك، يعني أنا مثلا عندي بحوث أحتاج واحد مثلا اختصاص طبية حتى يأكد لي، خاصة إذا أنا أشتغل مثلا حاسبات ومجموعة طبية، فإذا قدم شيء للبحث لازم يضاف بالبحث. بالعكس يعطي قوة للبحث. يعني هسه أنت مثلا هسه يعني أشوفك مثال إذا يسمح الوقت على السريع. شوف هسه هذا البحث الحمد لله يعني نشرناه ويانا، كان أحد الباحثين الموجودين هو أصلا طبيب، لأن إحنا دا نشتغل على شغلة طبية لها علاقة بمرض السكر القدم السكري، فحتى يعطي ثقة للبحث جبنا طبيب ويانا حتى يأكد لنا إنه تصنيفنا لهاي الصور أو تشخيصنا هل هو صحيح لو لا. فإذا كان هذا الاقتصاد قدم شيء احصائي قدم للبحث فاكيد يعطي قوه علميه، يعني ما دام متوظف بالبحث. واضح الفكره استاذ؟ واضح الفكره ان شاء الله، بس هو النت ضعيف اليوم فتسمع دكتور حيدر. الو الو اسمعك. نعم واضحه. شكرا دكتور. استاذ ميثم الو اسمعك استاذ. بعد ماكو اسئله ان شاء الله. ان شاء الله. اي استفسار؟ ان شاء الله اذا اكو اي استفسار ان شاء الله نحاول نوظف حلقه ثانيه ان شاء الله بتفاصيل اكثر. انا مثل ما ذكرت حاول قدر الامكان امر على اكثر الاشياء المهمه حتى ما نفوت شيء، واي استفسارات مجموعه يمكن نجمعها ونقدم بها برزنتيشن أخرى إن شاء الله.
نشكرك دكتور على التواجد اليوم ويانا وعلى المحاضرة القيمة. الله يسلمك. إن شاء الله إذا اسمح وقتك نسويها أكثر محاضرة. أكيد أكيد إن شاء الله. النت شو ما جاي يساعدنا. إن شاء الله أنا جاهز أي وقت تحتاجون إن شاء الله بيكون خير في الدنيا. شكر شكر جزيل لك والشكر جزيل للحضور ولأستاذ حيدر أستاذ قاسم ولكل من شارك معنا بهاي الورشة.